مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات المحترف. النهاردة أعتقد هتكون حلقة دسمة جدا جدا جدا، حلقة يعني بيقولوا زي ما بيقولوا من العيار الثقيل. النهاردة هنتكلم يعني عن الجولة الثانية من أكبر بطولات العالم، بطولة الشامبيونز ليج اللي يمكن انطلق الجولة الثانية يوم الثلاث وامبارح، واعتقد كان في مفاجآت كبيرة جدا جدا. هنشوف مع حضراتكم المفاجآت ديت، هنتعرف على تصريحات المدربين، هنعرف الفرق اللي يمكن أخفقت بشكل كبير جدا، وعلى الجانب الآخر في فرق نجحت بشكل أكتر من رائع. مفاجآت كتير وكواليس كتير حول طبعا الشامبيونز ليج الأوروبي. إن شاء الله هيكون حلقة دسمة هنا معانا في المحترف. قبل ما نتكلم على الشامبيونز ليج، وقبل ما نتكلم كمان عن الصحف العالميه واتكلمت ازاي عن الجوله الثانيه في بطوله اوروبا للانديه الابطال، هنتكلم مع حضراتكم يمكن في ثلاث اربع نقاط على بعض الاحداث العالميه ونتطرق ليها من خلال المحترف. ومهم جدا كمان ان احنا نعرف اهم طبعا اخبار نجمنا الكبير المتالق محمد صلاح. عشان كده هنبدا يمكن حديثنا عن هذه الاخبار العالميه بصلاح ورونالدو. صلاح ورونالدو بيتنافسوا على لقب الافضل في البريمير ليج. الحقيقه محمد صلاح بيقدم يعني على المستوى المحلي هناك في البريمير ليج مستوى اكتر من رائع، كمان على المستوى القاري من خلال بطوله اوروبا بيقدم مستويات رائعه. على الجانب الاخر يمكن كمان رونالدو بيقدم نفس العروض. يمكن النهاردة يمكن زي ما بقول لحضراتكم كريستيانو رونالدو يعني يعتبر بعد عودته طبعا إلى بيته الكبير زي ما بنقول وانتقاله من اليوفنتوس إلى مانشستر يونايتد، كل الأمال اليونايتد وكل جماهير يونايتد حول العالم مش في إنجلترا بس بتشوف إن كريستيانو رونالدو هو الروح النابضة داخل هذا الفريق. كمان زي ما بقول لحضراتكم الروح النابضة في مان يونايتد هو رونالدو. على الجانب الآخر محمد صلاح هو الورقة الرابحة دايما ليورجن كلوب المدير الفني وكتيبة ليفربول. النهاردة الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي بيعلن عن المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر. طبعا تم يعني 6 أسماء عرضوا من الموقع الرسمي للاتحاد الإنجليزي، أكيد كان على رأسهم محمد صلاح ورونالدو. يمكن القائمة اللي أعلنها الاتحاد الإنجليزي النهاردة بتضم البرتغالي جواو كاسيلو، ده طبعا مدافع فريق مانشستر يونايتد مانشستر سيتي آسف. إسماعيل أسار ده لاعب وسط يمكن فريق واتفورد الألماني. أنتونيو رودريجا ده طبعا المدافع القوي في فريق تشيلسي. وأخيرا نجم نيوكاسل المتألق ألان سان ماكسيمان. كل التوفيق إن شاء الله محمد صلاح اللي بقول لحضراتكم بيقدم مستويات أكتر من رائعة. وجد تشابه ما بين محمد صلاح حتى في شهر سبتمبر ده وما بينه وبين رونالدو. يمكن محمد صلاح لعب 3 مباريات لغايه دلوقتي في شهر سبتمبر مع ليفربول، حقق منها 3 اهداف. على الجانب الاخر نفس الرقم لرونالدو بيحقق 3 اهداف مع المان يونايتد. طيب من صلاح ورونالدو نروح لميسي. يمكن المتابعين لمباراه باريس سان جيرمان ويعني كان في دوري الابطال كان في مباراه قويه جدا يمكن مع المان سيتي، الصوره يمكن اثارت جدل كبير جدا على الساحه العالميه. الصوره اللي قدام حضراتكم يمكن ان في طبعا ضربه حره مباشره لصالح المان سيتي وكان الحائط الصد مكون، وفوجئ الجميع بان ميسي بينام تحت الحائط بشكل كبير وبشكل يمكن اثار الجدل بشكل كبير جدا جدا. على الجانب الجدل على مستوى العالم كله، يعني الجدل من بعض اللاعبين في باريس سان جيرمان، بعض المدربين على رأسهم طبعا يعني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، كان زي ما بقول لحضراتكم صورة أثارت الجدل الكبير. أنا هقول رأيي الشخصي من للصورة ديت، لكن تعالوا نشوف مثلا يعني في إنجلترا نجم إنجلترا ريو فرنانديز اللي اعتبر هذه يعني إهانة، يعتبر دوت إهانة وقال مش ميسي اللي يعمل كده. يعني كمان نيمار يعني طبعا زميل ميسي في باريس سان جيرمان نزل على انستجرام صوره لميسي وهو نايم وخلف الحائط طبعا وقال ماذا تفعل، انت بتعمل ايه يا ميسي. يعني ليون سكولاني ده المدير الفني طبعا لمنتخب الارجنتيني علق كمان على الصوره ديت وقال ان ميسي دايما بيسعى للفوز وانه اضطر ليمكن الجلوس او يعني ينام تحت حائط الصد ليوقف خايف على المكسب، خايف بعد طبعا ما احرز هدف اكتر من رائع. يمكن ميسي كان خايف على المكسب وقال انه بيفعل الكثير جدا مع الفريق اذا كان مع باريس سان جيرمان او مع المنتخب الارجنتيني للفوز بالمباريات. يعني
زي ما بقول لحضراتكم يعني هو على ميسي وعلى الصوره المثاره او على يعني الموقف اللي عمله ميسي زي ما بقول لحضراتكم كتير جدا من مشاهير كره القدم علقوا على دوت وقالوا ان ميسي يعني مش يعني دي اهانه لميسي. انا في اعتقادي الشخصي ان كان ميسي عنده روح قتاليه على غير العاده شويه مع برشلونه. يمكن في ايامه الاخيره اللي متابع ميسي مع برشلونه كان يعني الامور ما كانتش ماشيه بشكل مباشر وبشكل حلو. لكن على جانب باريس سان جيرمان يمكن بعد تعثر اول مباراتين كان في ضغط شويه على ميسي. اعتقد مباراه باريس سان جيرمان في الشامبيونز ليج مع المان سيتي عودة الروح لميسي، هدف اكتر من رائع. بنشوف ميسي من غير ما حد بيقول له بيروح وخوفه على المباراه وخوفه على الفوز الكبير دوت انه بينام تحت حائط الصد. يعني عنده روح اعتقادي الشخصي انها روح جديده وروح عزيمه، ومش عيب ابدا ان نجم كبير زي ميسي يعمل كده. انا في رايي الشخصي بالعكس ده بيكون اكزامبل ويكون مثل حتى للعيبه الصغيره ان انا لعيب كبير بمستوى ميسي افضل لاعب في تاريخ الكره العالميه وبنام تحت حائط الصد عشان امنع او يكون فرص التهديف تكون قليله. خلينا نتكلم على جزء اخر ونروح للوكاكو. كونتي طبعا يعني حضراتكم عارفين كونتي استقال من الانتر السنه اللي فاتت مع وبعد الفوز في السيريا اه. كونتي بينتقد توخيل المدير الفني لتشيلسي والسبب لوكاكو. الحقيقه يمكن كونتي المدير الفني للانتر السابق طبعا كان بينتقد توخيل وبيقول ان احنا خلال السنتين اللي فاتوا قبل انتقال طبعا لوكاكو الى تشيلسي اشتغلنا بشكل اكتر من رائع، وان لوكاكو طبعا يعني ليه طريقه لعب خاصه، وان لغايه دلوقتي توخيل مش قادر يوظف لوكاكو بتوظيف امثل للاستفاده منه. يمكن في بعض التصريحات قال ان لوكاكو يمكن من اصعب المهاجمين اللي ممكن تواجههم. ده طبعا على لسان طبعا كونتي المدير الفني السابق للانتر، وبيقول انه يمكن يكون خطر جدا على اي مدافع داخل الملعب. لكن اعتقد تشيلسي يعني يمكن لم يكتشف لغايه دلوقتي الشكل الامثل لاستخدام لوكاكو والاستفاده من قدراته. واصل كمان انه عارف ان مدرب تشيلسي كمان كيفيه الاستفاده زي ما بقول لحضراتكم. هو كونتي بينتقد طبعا توخيل المدير الفني لتشيلسي وبيقول اذا عرف مدرب تشيلسي كيفيه الاستفاده من لوكاكو ان هيكون فريقه من اعظم الفرق وفريق لا يقهر على مستوى البريمير ليج او على مستوى الشامبيونز ليج. اضاف كمان كونتي انه يعني بامكان تحسين اللعيبه ان هو اشتغل مع لوكاكو بشكل كبير خلال السنتين اللي فاتوا في السيريا اه، وقدر يوصل لوكاكو لافضل فورمه، وبالتالي على توخيل ان يتعامل بالشكل الامثل للاستفاده الكامله من لوكاكو. طيب من لوكاكو نروح او من كونتي عايزين نروح لحضراتكم لي يمكن مباراه كبيره جدا في الاسبوع اللي جاي بتضم اتلتيكو مدريد مع برشلونه. اولا نقول اتلتيكو مدريد مع برشلونه يمكن زي ما بقول لحضراتكم رونالد كومان يعني في ايامه الاخيره مع برشلونه، وهنتكلم على كومان من خلال حلقتنا النهارده. زي ما بقول لحضراتكم السبت الجاي في مباراه من العيار الثقيل بين حامل اللقب طبعا اتلتيكو مدريد وبرشلونه. طبعا تصريحات سواريز قبل هذه المباراه كان بيتكلم على رحيله المفاجئ من وجهه نظره، ان يمكن رحيله كان مفاجاه ليه هو، وانه بينتقد بشده رونالد كومان. بينتقد بشده رونالد كومان لان طبعا اول قرار منذ قدوم رونالد للقياده الفنيه لبرشلونه قال سواريز انت بره الفريق. دي كانت صدمه فعلا لسواريز اللي يمكن قال من خلال تصريحاته ان كومان ما بيحترمش تاريخي، الراجل بيهني وبيعاملني ان انا لسه لاعب عندي 15 سنه. ويمكن كمان يمكن سواريز قال الكلام دوت، وكمان يمكن انتقد رئيس النادي وقال ان كمان ان رئيس النادي بعد يمكن يعني اعلان رحيلي عن برشلونه طلع السبب ان انا بعمل بعض المشاكل في الدريسنج روم او في اوضه اللبس، والكلام ده عاري تماما من الصحه. عايز اقول لحضراتكم كومان عنده مشكله كبيره جدا مع برشلونه على مستوى البريمير، على مستوى طبعا الليجا الاسبانيه، على مستوى البريمير ليج. وفي اعتقادي الشخصي انه خسر كتير جدا، مش هقول برحيل ميسي، اكيد رحيل ميسي عمل هزه كبيره جدا في برشلونه، لكن كمان رحيل سواريز. احنا شايفين سواريز بيقدم مستويات اكتر من رائعه مع اتلتيكو مدريد، بيفوز بالدوري السنه اللي فاتت،
عودة كمان في الدوري الأسبوع اللي فات وبيحرز هدفين. يعني سواريز كمان كان قضى 8 سنوات على أعلى مستوى في برشلونة، وكان رحيله بالنسبة له هو بالنسبة لكثير من مشجعي برشلونة علامة استفهام كبيرة جدا. لسه مع المحترف، وهنروح دلوقتي لأهم الصحف العالمية اللي اتكلمت أكيد على الجولة الثانية من الشامبيونز ليج. تعالوا مع حضراتكم في الصحف العالمية ونشوف كتبت ايه النهاردة عن المنافسات في الشامبيونز ليج. هنبدأ يمكن حوارنا مع اسبانيا، وهنتكلم على ماركا الاسبانية. ركزت الصحيفة، صحيفة ماركا الاسبانية، اكيد على هزيمة برشلونة امام بنفيكا 3-0، ودوت طبعا في دوري المجموعات في بطولة اوروبا، وكتبت خسارة كاملة، يمكن خسارة كبيرة جدا. كمان اتحدثت الصحيفة على عن تعادل إشبيلية أمام فولسبورغ 1-1، وخسارة فياريال في الدقايق الأخيرة أمام مانشستر يونايتد 2-1 في بطولة أوروبا، وكتبت ضربة جزاء. وعن ضربة الجزاء يعني كتبت في الدقيقة 87 تعطي الحياة ده لفريق إشبيلية. كريستيانو رونالدو بيقول يسقط فياريال في الدقيقة 94. اهتمت كمان الصحيفة بلقاءات الأندية الإسبانية في منافسات الدوري الأوروبي، ريال سوسيداد ضد موناكو، وطبعا من طبعا المفاجآت الكبيرة جدا جدا لسه هتتكلم عليها طبعا هي مباراة برشلونة. نروح لميرور سبورت، ركزت الصحيفة على فوز طبعا دي على الصحف الإنجليزية، ركزت أكيد على الفوز الكبير. هقول الكبير ليه؟ لأن مانشستر يونايتد كان بيعاني في هذه المباراة بشكل كبير جدا جدا أمام فياريال، وطبعا مانشستر يونايتد بيفوز 2-1 يعني بمجهود كبير جدا وهدف رائع للنجم الكبير كريستيانو رونالدو. كتبت الصحيفة صدر كريستيانو رونالدو في الوقت المناسب، تحدثت كمان عن هزيمة تشيلسي أمام اليوفنتوس 1-0 في الشامبيونز ليج، وقالت تشيلسي يضرب من طرف السيدة العجوز. اهتمت كمان بفريق توتنهام اللي بيواجه فريق مورال السلفاني في مسابقة طبعا دوري المؤتمر الأوروبي، وكتبت توتنهام يترك نونو سانتوس طبعا ومصدون نوم هذه الليلة. من انجلترا نروح لفرنسا، على مستوى الصحف الفرنسية طبعا هنشوف جريدة ليكيب الفرنسية اللي ركزت على لقاء أولمبيك مارسيليا وجلاتا سراي في دوري المجموعات بالدوري الأوروبي، وكتبت التعصب الأوروبي. التعصب الأوروبي ده كان العنوان هذه الجريدة، اللي اهتمت كمان بنتائج لقاءات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وفوز بنفيكا على برشلونة 3-0، وفوز المان يونايتد على فياريال 2-1، وكتبت برشلونة في ضياع وكريستيانو رونالدو المنقذ. اهتمت كمان بخسارة ليل أمام ريد بول سالسبورغ النمساوي 2-1، وطبعا ده على مستوى الصحافة الفرنسية. على مستوى الصحافة الإيطالية كوريريا ديلي سبورت، ركزت الصحيفة على فوز أكيد فوز مهم جدا جدا لأليجري المدير الفني لليوفنتوس، وفوز 1-0 على تشيلسي في دوري المجموعات ببطولة أوروبا، وكتبت أليجري اجتياح من أليجري لعنوان الصحيفة الكبيرة في إيطاليا. واهتمت هذه الصحيفة كمان بنابولي ولاتسيو في لقاءات الدوري الأوروبي، وكتبت يعني تهمة إنسيني قوية جدا. صحيفة كمان اهتمت بمشاركة ميسي، زي ما بقول لحضراتكم كل الناس بتتكلم على ميسي في حائط باريس سان جيرمان لصد الضربات الثابتة، وكان زي ما قلت لحضراتكم رقد خلف الحائط التمساح، يعني وصفته بالتمساح النائم خلف الحائط، كتبت يعني يفعلها ميسي. زي ما بقول لحضراتكم أصداء كبيرة جدا جدا على الصحف العالمية في هذه اللقطة المثيرة من ميسي في لقاء باريس سان جيرمان والمان يونايتد. زي ما بقول لحضراتكم النهاردة إن شاء الله عندنا حلقة مميزة جدا جدا هنا في المحترف، في أخبار كتيرة جدا جدا عن الشامبيونز ليج هنعرف من حضراتكم في الفقرات اللي جاية. طبعا كل المجموعات بنتكلم على مجموعات، هنتكلم على تفوق ليفربول، إزاي مانشستر يونايتد يفوز في الدقايق الأخيرة، كمان
برشلونة والهزيمة الثقيلة 3-0 أمام بنفيكا وردود الأفعال القوية جدا ضد المدير الفني رونالد كومان، كل ده هنا معانا في المحترف بعد الفاصل اللي هنستقبل فيه الضيف والناقد الرياضي إيهاب الجنيدي، خليكوا معانا. أهلا بحضراتكم مرة تانية في الفقرة التانية من المحترف، يعني بنستقبل ضيفنا النهاردة الناقد الرياضي إيهاب الجنيدي عشان نتعرف معاه على نتائج الجولة التانية من التشامبيونز ليج، أهم النتائج، أهم التصريحات، إيه الفرق يمكن اللي ظهرت بمستوى رائع، في مفاجآت كتيرة جدا جدا ويمكن كواليس هنعرفها النهاردة مع الناقد الرياضي إيهاب الجنيدي. إيهاب بنرحب بيك. مرحب بيك يا كابتن هاني وتحياتي لكل جماهير النادي الأهلي. أهلا بيك يا إيهاب. نتكلم على الجولة الثانية من التشامبيونز ليج، اللي شايف يمكن خلينا أعرف الأول رؤيتك العامة للجولة الثانية في أكبر مسابقات العالم على مستوى الأندية، طبعا مسابقة التشامبيونز ليج الأوروبي. تمام، الجولة الثانية الحقيقة من دوري أبطال أوروبا جت مثيرة جدا يا كابتن هاني، زي ما تابعناها تألق للنجوم المنتظر تألقهم يعني، وده بيسعد الناس دايما ان الناس بتستنى بتتابع البطولة عشان ميسي ورونالدو ومحمد صلاح وكده، فالنجوم دي تألقت بشكل كبير. في فرق مستواها مش ثابت يعني تشيلسي بعد ما كسب الجولة الأولى حامل اللقب بيقع في الجولة الثانية، اليوفي بيواصل السير بشكل جيد في البطولة الأوروبية رغم عروضه المحلية المهتزة شوية برغم ان تحسنت النتائج في الفترة الأخيرة في المباريات الأخيرة دي، ولكن في اختلاف بين الجولة الأولى كتير والجولة الثانية، تحس الجولة الثانية ان احنا دخلنا في دور ال 16 يا كابتن، دور ال 8 في إثارة قوية جدا في البطولة، مباريات في غاية القوة، مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان بيقدموا مباراة من أقوى مباريات البطولة، استمتعنا، ميسي يعثر على نفسه أخيرا يعني بعد انتقادات من ساعة ظهوره مع باريس سان جيرمان من ساعة ما انتقل للفرقة بيعصر اخيرا على نفسه، بيظهر بصوره طيبه جدا، بيسجل، بيترك البصمه الاولى اخيره ليه وبيسجل الهدف الاول، حتى اللي عمله خلال المباراه من حاجات مثيره للجدل. هنتكلم يعني على كل ده يا هاب، لكن على النظره العامه كمان في بعض زي ما انت بتقول في بعض الفرق على المستوى المحلي على مستوى الدوريات، يعني لو قلنا مثلا على سبيل المثال اليوفنتوس اللي بيمر يمكن بازمه في بدايات الدوري الايطالي متالق بشكل كبير وبيعمل نتيجة كويسة أمام حامل اللقب على الجانب الآخر تشيلسي كمان، تشيلسي يمكن الأسبوع اللي فات يمكن كان فيه تعثر شوية لكن على مستوى البريمير ليج ماشي بشكل كويس لكن يتعثر أمام اليوفنتوس. الفرق ما بين البطولة المحلية طبعا كلها بطولات قوية والتشامبيونز ليج، شايف إن ممكن جدا يكون في تناقض في الأداء، تناقض في النتائج على مستوى بعض الأندية تأثر عليها في إحدى المسابقات؟ تمام، ده بيحصل يا كابتن في دوري ابطال اوروبا كتير، مش للمره الاولى نشوفه، احيان كتير جدا كنا بنشوف ريال مدريد البطل التاريخي للمسابقه، مش هو في السنين اللي فاتت كانت سيطره تامه محليه مثلا لبرشلونه وكان فريق ريال مدريد بيسيطر على البطوله على الصعيد الاوروبي، تشيلسي الموسم اللي فات اقرب مثال لينا حامل اللقب، تشيلسي ما كانش هو التوب في الدوري الانجليزي كان الرابع تقريبا ورغم ذلك فاز بالبطوله الاوروبيه، ففي اختلاف كبير قوي، في فرق ليها حسابات زي ما بنقول دايما، حتى حضرتك بتتابع وعارف انت حضرتك بتلاقي في فرق بتخوض المباراه البطوله دي بتشكيله مختلفة شوية عن التشكيلة اللي بتخوض بها مباريات الدوري المحلي، يعني هم مختلفين في النقطة دي شوية، كل مدير فني بيبقى ليه حسابات، بيبقى حاطط مجموعة من اللعيبة معينة لدوري أبطال أوروبا، حاطط مجموعة تانية بيخوض بها مباريات الدوري، ولكن البطولة حتى الآن وفي الجولة التانية يعني شهدت زي ما بنقول حاجات كتير، شهدت إثارة، شهدت رونالدو مثلا من ضمن الأرقام اللي تعالى أنا وأنت يا هاب نبدأ جولتنا يمكن في المجموعة الأولى، مجموعة قوية، مجموعة بتضم يعني بتضم باريس سان جيرمان، بتضم كمان مان سيتي ولايبزيج وكلوب بروج، مجموعة قوية جدا جدا، نتعرف على نتائج المجموعة ويمكن نعرف كمان، هنتكلم أكيد على المباراة الكبيرة ما بين باريس سان جيرمان وطبعا الفوز الكبير 2-0، نتائج المباراة نستعرضها يمكن دي المجموعة الأولى، باريس سان جيرمان الفوز 2-0 على المان سيتي، لايبزيج الألماني بيسقط أمام كلوب بروج بنتيجة 2-1. خلينا نتكلم الأول على مباراة باريس سان جيرمان أمام المان سيتي، كتير من الناس وكتير من النقاد بيقولوا ده إن النهائي مبكر، نهائي مبكر جدا ما بين فريقين عندهم من الإمكانيات، إذا كانت إمكانيات على مستوى اللاعبين أو على مستوى الإدارة الفنية من التوب تيمز على مستوى العالم، بيقول ده كان يمكن لقاء أو نهائي مبكر، شفت اللقاء إزاي ده؟ مباراة قوية جدا، خلينا الأول نقول يا كابتن إن المباراة دي بتضم التشكيلة الأغلى في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم ده، فرقة مانشستر سيتي الفريق الأغلى في بطولة أوروبا قيمة سوقية بمليون واربعة من مليار مليار سوري واربعة من عشرة واربعة من مية، يعني
يعني مليار وحاجه بسيطه جدا، مليون و400 مليار و400 مليون يورو. على الناحيه على الجانب الثاني مليار الا حاجه بسيطه 94 وفاصل كسر يعني من 10. القيمه التسويقيه للمان سيتي اكبر من القيمه التسويقيه للنجوم. نجوم صغيرين انت عارف حراك دي بتحكم فيها في اوروبا، نجوم صغيرين صغار السن ليهم سعر عالي، دي بروين، رحيم ستيرلينج، رياض محرز، حتى روبن دياز المدافع القوي جدا واللي سعره غالي في اوروبا، وكانسيلو وامريك لابورت كلهم لعيبه سعرهم عالي جدا، ونص الملعب عندهم برناردو سيلفا مجموعه. صحيح. المهم ان المباراه دي يعني تقريبا هنقدر نقول ان الفرقتين القيمه السوقيه واحده، مليار يورو لكل فرقه، مليار يورو كان بيجري على ارض الملعب. انت بتلاقي دوريات كامله تشكيلتها ما بتساويش مليار يورو، المباراه دي كان بيجري فيها 2 مليار يورو على ارض الملعب. مباراه قويه جدا، مباراه اهميتها في النجم الكبير ليونيل ميسي. ليونيل ميسي اخيرا بعد الانتقادات وبعد الاسبوع اللي فات واللي حصل لما غيروا بوكوتينيو وشالوا من المباراه والهيصه اللي حصلت في العالم، وازاي ميسي يطلع وهل في مدير فني يجرؤ على اخراج ميسي بشكل فني، ولكن ميسي بيقاتل في المباراه دي، بيظهر بشكل مختلف تماما، بيقدر يسجل هدف، كان عنصر مهم جدا في نص الملعب لزمايله في تحريك اللعب في وسط الملعب وتمرير الكرات وحتى الدور الدفاعي، وده اللي شفناه في الدقيقه 91 الركله الحره اللي اثارت الجدل اللي انبرى ليها رياض محرز، وشفنا ميسي بينام وبيستلقي خلف حائط الصد، الحركه الفنيه الجديده اللي بنشوفها من مدربين. صحيح أوبا. صحيح، هو ده بيدل كمان ان ميسي زي ما انت بتقول، انا طبعا شفت المباراه، وان ميسي بدا يلاقي نفسه وسط المجموعه الكبيره، التفاهم الكبير ما بينه وبين نيمار ومبابي بيعمل شغل، وكمان الهدف اللي جابه يمكن فرحته بهذا الهدف بتحس انه لا رجع، اداله ثقه كبيره يا كابتن الفتره الجايه، كبيره جدا جدا. المباراه كانت مباراه قويه جدا، انت قلت طبعا مباراه ما بين فرقتين يمكن الـ يعني التسويق او العائد التسويقي بالنسبه للاعبين اكبر فرق العالم. ده طبعا ترتيب المجموعه يمكن بعد الجوله يمكن باريس سان جيرمان يمكن طبعا في المركز الاول، كلوب بروج في المركز الثاني، ده مجموعه المان سيتي في المركز الثالث ولايبسيك في المركز الرابع. خلينا نتكلم على جزئيه مهمه جدا يا هاب في المباراه ديت، وزي انت ما بتقول بتتكلم على روح باريس سان جيرمان بوجود ميسي دلوقتي، بتتكلم على، ويمكن ده كان في تعليقات يمكن تابعت معايا الانترو ان كان في تعليقات على هو ميسي بيعمل كده ليه، حتى يمكن نيمار على الانستجرام بتاعه قال له انت بتعمل كده ليه. انت من وجهه نظرك شايف ان دي اهانه لميسي، ولا شايف ان ده دور قيادي لميسي، وان ميسي خايف جدا على الفوز وكان بيعمل كده من محض ان هو يعني داخل في المباراه بشكل كبير يعني. ميسي يا كابتن خلينا نقول عايز يعصر على نفسه في المكان الجديد، عايز يقول ان انا مش عاله، ان انا مش جاي الفرقه دي، ان انا انتهيت بعد برشلونه، وده رساله مهمه جدا كان ميسي حابب يوجهها للعالم كله، ان هو بيقوله ميسي مع برشلونه، زي السمك بيقوله سمك في ميه، هو طلع من برشلونه مش يتعلق في فريق تاني، لا ميسي كان عايز يوجه رساله للعالم كله ان انا موجود، ان انا ميسي ما انتهيتش. من وجهه نظري الشخصيه مش شايف فيها اي مشكله خالص اللي عمله ميسي، خاصه ان التعليق البسيط ليه اللي بعد المباراه قال ان اللي كان بيقوم بالدور ده مين؟ ماركو فيراتي. بالظبط. ماركو فيراتي حصل ليه تبديل قبل المباراه، وقال ان انا مش شايف فيها اي مشكله، بدليل ان بعد الركله دي، لان كان في كام دقيقه وقت بدا ضايع، احتسبت ركله حره ثانيه لمانشستر سيتي، مين اللي استلقى في الارض ونام خلف الحائط؟ امبابي. هو حتى ميسي رد وقال ان ما فيهاش اي مشكله، بدليل ان بعد كده امبابي هو اللي استلقى في الارض في الكره الثانيه. بالعكس انا شايف ان ده شيء جميل جدا، ان نجم كبير بحجم ميسي انه يعمل كده، ده دليل هو واحد من الفريق وبيلعبوا تيم وورك، مين اللي بيقوم بالادوار، لو الدور ده موزع لاحد اللعيبه تم استبداله، هو عارف وفاهم ان الدور ده مهم جدا، وخاصه ان هو مباراه ليه يا كابتن كمان من تلقاء نفسه، محدش قال له يعني، حتى بعد تعليقات سكالوني، حتى بعد ليونيل سكالوني المدير الفني المنتخب الارجنتين بيقول ميسي هتقول له اقف، يعني انت عارف حضرتك كنت مدافع، عارف في لعيب بيقف طبعاً تحت جنب القائم في الكرات الثابته مع حارس المرمى، حارس المرمى بياخد جنبه ولعيب بيقف جنب القائم، فحتى هو قال لك لو ميسي طلبت منه يقف جنب القائم، طلبت منه يستلقي في الارض، عملت اي حاجه، هو عايز فوز فرقته، ميسي بيبحث عن الفوز بس. طب تعالى يا ايهاب نشوف برضو احصائيات مباراه المان سيتي وباريس سان جيرمان، طبعا وفوز باريس سان جيرمان 2-0، الفرص طبعا 7 لصالح المان سيتي بدون اهداف، باريس سان جيرمان رقم اعتقد جيد ووحش، الفرص 3، قدر من 3 فرص يحرز هدفين، ده شيء جيد جدا. الاهداف المتوقعه كانت لصالح المان سيتي 2.4 مقابل 0.9 للبي اس جي،
نسبة الاستحواذ كان للمان سيتي ب 57% مقابل 43. التمريرات 583 للمان سيتي، منها 505 صحيحة بنسبة 87% مقابل باريس سان جيرمان بنسبة 88%. تصويبات على المرمى 15 لصالح المان سيتي، منها 7 داخل ما بين القائم والعارضة مقابل 5 تصويبات فقط لبي اس جي، ما بينهم الثلاثة يعني ما بين القائم والعارضة. 24 عرضية مقابل 3 لصالح طبعا 24 للمان سيتي، 10 ركنيات مقابل ركنيتين لباريس سان جيرمان. لو الحد شاف الأرقام ديت بشكل مباشر يقول إن طبيعي تفوق واضح للمان سيتي، ويمكن اللي ما يعرفش النتيجة بالأرقام دي يقول لك لا الفوز كان قريب سيتي للمان سيتي. بالظبط بالظبط. أنا عايز لا تعليق على المباراة دي على فريق السيتي، إن إحنا نقدر نقول عليه زي ما بيقولوا عندنا في العرب كده ضجيج بلا طحين، هو هيصة بس يعني صوت إنما التأثير. وده اللي حصل، انتقادات في إنجلترا قوية جدا لجوارديولا في الوقت ده. الجانب الفني يا كابتن في المباراة أثبت إن فريق مانشستر سيتي محتاج حاليا رأس حربة قناص. ده صحيح. فرقة بتعمل عرضيات 24 عرضية زي ما حضرتك بتقول، ركنيات 10 ركنيات. الفرقة ده يعني محاوطة، احنا شفنا المباراة تقريبا حط باريس سان جيرمان في الشوطين في نص ملعبه. هو انت خلي بالك من 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 3 فرص بي اس جي، 3 فرص بس هم عندهم اكتر من 9 فرص. ان رغم وجود مدافعين غاليين جدا، اشتروا روبن دياز اقوى مدافع في اوروبا اللي واخد السنه دي متوج بجائزه افضل مدافع في اوروبا، الا ان علامات كبيره جدا على دفاع مانشستر سيتي. حتى ماتش لايبزيج اللي فات اللي كسبوه 6-3، لو تلاحظ حضرتك ساعتها لما اتكلمنا كان جوارديولا مش مبسوط بعد المباراه، دخل فيه 3 اهداف كانت برضو نسبه كبيره من الاهداف وعلى ملعبه هناك في انجلترا. طيب. 6-3 بمناسبه جارديولا، ويمكن كان ما كانش سعيد بدخوله 3 اهداف من لايبزيج. كمان على مستوى المؤتمر الصحفي بعد المباراه وبعد الهزيمه من بي اس جي 2-0، تعالوا مع حضراتكم نشوف بيب جارديولا قال ايه ونرجع مع حضراتكم مره ثانيه. ندرك أنه من المستحيل السيطرة على ليونيل ميسي لتسعين دقيقة كاملة، لكننا لم نتح له العديد من فرص استلام الكرة، عاد بالطبع من الإصابة ولذلك احتاج إلى استعادة إيقاعه. أعرف حق المعرفة وأدرك أنه لا يمكن إيقافه عندما يندفع ويكون على مقربة من الكرة، ولهذا السبب عملنا على الحد من فرصة قيامه بذلك. أنا راض بالطريقة التي لعبنا بها. إيهاب واضح أنه بيقول أنا راضي بالطريقة اللي لعبنا بيها، ما اديناش فرص كتير لميسي، ولكن المحصلة الهزيمة 2-0 في بطولة كبيرة، ويمكن زي ما بقول يمكن دي على مستوى النفسيات على مستوى المعنويات أكيد هتأثر عليه. بالظبط. الكلام اللي قاله جوارديولا بعد المباراة كان يعني حتى أثار برضو انتقادات في إنجلترا، كلام كان مطمئن جدا عادي، حتى لما سألوه هتعمل إيه دلوقتي؟ قال هنروح ناكل ونشرب وخلاص ونستنى الماتش اللي فات وموضوع عدى. ليه؟ هو مقتنع تماما ان فرقته سيطرت على المباراه بالكامل ولم يحالفها التوفيق. حتى هو هنأ ميسي على الهدف بتاعه وقال ان ميسي زي ما سمعنا ان ما سيطرنا على ميسي بشكل كبير، بس هو قال ان ميسي لعيب كبير ما تقدرش تسيطر عليه بالشكل ده، ورغم كده احنا حدينا من خطورته بشكل كبير. لكن انا اقول تاني يا كابتن، مانشستر سيتي محتاج راس حربه عشان ينقذ الموسم بتاعه سواء في الدوري الانجليزي او في دوري ابطال اوروبا. على الجانب الثاني شفنا دوناروما وجه رساله قويه جدا، افضل حارس في الجوله تقريبا، تصدى الكرات كتير جدا من نجوم مانشستر سيتي، اثبت انه مش هيكون زي ما بنقول خيال مات افضل حارس في اوروبا. ناس كتير كانت بتقول هيقعد بديل لكيلور نافاس في باريس سان جيرمان، لا دوناروما بيلعب وبيقدم وتقريبا باريس سان جيرمان وفقا للي شايفينه بيعتمد بشكل كبير على الصفقات الجديده كلها اللي جابها في الصيف ده. صحيح، على راسهم زي ما انت بتقول دوناروما اللي بيقدم مستوى اكتر من رائع في الشامبيونز ليج، وكان سبب رئيسي في فوز باريس سان جيرمان على المان سيتي. كمان بوكوتينيو المدير الفني لباريس سان جيرمان قال ايه بعد الفوز الكبير على المان سيتي 2-0. Bueno, cuando los resultados positivos llegan siempre hay se tiende a destacar, ¿no? lo bueno. هناك نزعة للتحدث عن النواحي الإيجابية عندما تحقق نتيجة جيدة. نحن بالطبع سعيدون بالنصر وبهذه النقاط الثلاثة التي وضعتنا في مركز جيد جدا في المجموعة يساعد جهودنا لأجل التأهل. أنا سعيد لأننا أدينا مهمة عظيمة في الفترات من المباريات التي احتجنا فيها لبناء الهجمات، وسعيد أيضا بنجاحنا بالعمل بالصورة الصحيحة اعتمادا على أداء جماعي في الفترات من المباريات التي عانينا فيها بسبب ضغوط
مانشستر سيتي وهيمنته على الفعاليات، وأفلحنا بفضل المهارات التي يتمتع بها فريقنا في الهجوم بشكل جيد، وسجلنا هدفين ممتازين. أنا سعيد ويجب علي تهنئة اللاعبين، فكما قلت في المؤتمر الصحفي السابق للمباراة إن هذه المباريات تابعة للاعبين وهم يستحقون كل إشادة. شهدت ولسنوات عديدة ليونيل ميسي يسجل أهدافا دائما للفريق المنافس، ولذلك آسف يحق لي الاحتفال لتسجيله هدفه الأول لفريقي. طبعا سعيد جدا بهذا الفوز، وكمان سعيد جدا بهدف ميسي الرائع، يمكن الهدف الثاني لباريس سان جيرمان امام المان سيتي. كان بوكوتينيو سعيد بهذا الهدف، وسعيد بطريقه يمكن فرحه رونالدو ميسي بعد هذا الهدف. عايز اكلمك ثاني على ميسي، وزي ما بقول لك اللي اتفرج على المباراه شاف الفارق الكبير ما بين التناغم وما بين الانسجام ما بين ميسي ونيمار ومبابي في هذه المباراه عن يمكن اول مباراه لميسي في الدوري الفرنسي. ده بيدل ان خلاص ميسي زي ما بيقولوا دخل بقى الترس، ودخل جوه المجموعه بشكل كبير جدا. يعني هو في نقطتين مهمين يا كابتن في كلامه حلوين قالهم قوي، يعني نقطه كوميديه طبعا بتاعت ان انا طول عمري بتفرج على ميسي بيسجل في الفرق اللي انا بدربها. اخيرا بتفرج ان ميسي بيسجل لفريق انا اللي ماسكه، وده اداله سعاده، خاصه في ظل الكلام الفتره اللي فاتت. حضرتك زي ما متابع طبعا ان في خلاف بين ميسي وبوكوتينيو والنجم الاوحد ومين بوكوتينيو يطلع ميسي. لا، رد على الكلام ده. النقطه الثانيه التناغم اللي بين الثلاثي ميسي ونيمار ومبابي. الصحف العالميه قالت ان الثلاثه حتى اتكلمنا فيها مش هينفع يلعبوا مع بعض. لا، في المباراه دي لعبوا، قدموا مباراة كبيرة جدا، كان في تعاون كبير بينهم على صعيد الدفاع والهجوم. رد نيمار ومبابي ردوا على الكلام اللي هو كلام الأنانية اللي تردد الأسبوع اللي فات، واللي قاله مبابي ان نيمار بيتعمد عدم التمرير ليه. كل ده قدموا مباراة متكاملة. النقطة مهمة جدا كمان بوكوتينيو على حتة اللي هي بيعترف بسيطرة السيتي. هو اعترف قال ان السيتي مسك المباراه تقريبا طول المباراه، ولكن المباراه دي بيحسمها اللاعبون، وهي دي اللي قلناها، المهارات الفرديه عاليه قوي يا كابتن فرقه باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان السنه دي هيتعب اي فرقه بالمهارات الفرديه اللي عنده الثلاثي امبابي نيمار ميسي. صحيح. يعني على تقريبا المستوى امهر ثلاث لعيبه في العالم على المستوى الفردي. مفيش ادنى شك ان بي اس جي عندهم لعيبه تقدر تصنع الفارق في اي وقت، وده يمكن اللي افتقده جارديولا من خلال عدم وجود سترايكر، عدم وجود حتى جيسوس لما نزل ما قدمش الجديد. هو فعلا زي ما انت بتقول المان سيتي محتاج بشكل كبير جدا راس حربه من طراز ليفاندوفسكي على سبيل المثال، لعيب بوكس يقدر يسجل من يعني من انصاف الفرص زي ما على الجانب الاخر في طبعا في نفس المجموعه اعتقادي كلوب بروج البلجيكي بيعمل لغايه دلوقتي مشوار لا باس به، بيتعادل في اول جوله مع باريس سان جيرمان على ارضه، وبيفوز على لايبزيج خارج ارضه بنتيجه 2-1، وده اعتقد مباراتين باربع نقاط شيء جيد جدا لفريق زي كلوب بروج على مستوى الدوري البلجيكي. فريق كلوب بروج دايما يا كابتن من الفرق المتواجده على الصعيد الاوروبي سنويا، بنشوفها من اقوى الفرق في بلجيكا اللي دايما موجود. السنه دي بيظهر بشكل طيب جدا. كان في انتقادات لباريس سان جيرمان في اول مباراه نتعادل معاه، ولكن بعد اللي قدمه قدام لايبزيج في الجوله الثانيه وفوزه على لايبزيج، بعد ما لايبزيج كمان اتقدم بهدف مبكر في الدقيقه الرابعه قدر ان هو يسجل هدفين، ده بيدل ان فريق كلوب بروج الموسم ده ناوي يعمل حاجه. ما اعتقدش ان هو هيخطف بطاقه من بطاقتين المجموعه يا كابتن، ولكن اعتقد ان هو الاقرب لبطاقه الدوري الاوروبي. احنا عارفين ان الفرقه اللي بتحتل في المجموعه المركز الثالث بتروح الدوري الاوروبي، الدور الثاني من الدوري الاوروبي، او هو دور ال 32 مقرر زي ما بنقول. هو كلوب بروج الاقرب، وان كان هينافس مانشستر سيتي بقوه وباريس سان جيرمان على احدى بطاقتين المجموعه، ولكن في النهايه انا شايف الاثنين اقرب. ولكن هو السنه دي جلد ومتغير، مقدم شكل مغاير، وبيحرج لايبزيج اللي كان كتير بيرشحوه ان هو هيكون الفارس الثالث في المجموعه. لا، لايبزيج حتى الان ظاهر بشكل سيء. لايبزيج طبعا انا بالنسبه لي كان مفاجاه، انا في اعتقادي كان يمكن هو يكون الحصان الاسود في هذه المجموعه. اكيد المان سيتي مع باريس سان جيرمان بشكل كبير جدا ممكن يتصدروا المجموعه ايا كان فيهم الاول والثاني. انا في اعتقادي كان لايبزيج هو يمكن كان هيبقى ثالث وياخد مقعد في الدوري الاوروبي، لكن واضح ان كلوب بروج هو المسيطر، هو الفريق الاقرب، هو المسيطر، وهو على مستوى النتائج، وممكن وارد جدا مفاجات، لكن اعتقد هو يقترب بشده من المركز الثالث. تاني عايزين برضو معايا عايزين نشوف ارقام ميسي من خلال المباراه، لان طبعا بوكوتينيو كمان سعيد بيه، ويمكن على مستوى جارديولا قال لك انا بحد من خطوره ميسي بشكل كبير جدا. يعني ارقام ميسي في المباراه اللي فاتت طبعا
لعب 98 دقيقة، هدف أحرز هدف، التصويبات على المرمى تصويبة بهدف، يعني التصويبة اللي سددها أحرز بها هدف. عدد تمريرات 49 تمريرة، منها 43 صحيحة بنسبة 88%. المراوغات واحد لواحد ناجحة. على مستوى الأرقام نقدر نقول إن فعلا جارديولا قدر يوقف ميسي من خلال الأرقام ديت، ما فيش يعني مراوغات كتير، ما فيش تسديدات على المرمى كتير. لكن على الجانب الآخر إن عندك المحصلة إن من خلال تصوير واحدة ميسي بيحرز هدف جميل، ودي قوة ميسي، دي قوة اللعيبة الكبار. يعني مش لازم ألمس الكور 20-30 مرة عشان أمرر صح، ومش لازم يجيلي 5-6 فرص عشان أجيب جول. هو دوت بيكمن الخطورة في ميسي، في محمد صلاح، في كريستيانو رونالدو، في لوكاكو، في ليفاندوسكي، دول في هالاند، دول اللعيبة عشان كده دول بيقدروا بملايين. زي ما أنت بتقول وأنا بتطفق معاك أن يمكن ميسي رجع تاني بقوة لباريس سان جيرمان، ولا على الجانب الآخر شايف أن يمكن المان سيتي يفتقد بشدة لراس حربة. أرقام ميسي تقول عليها حاجة؟ هو عشان كده كابتن تسمى البرغوث، يعني هو البرغوث عشان كده البرغوث. حضرتك بتشوف هو بيلدع ويختفي، هو ميسي ده ميسي. طول المباراة ممكن ما يظهرش، ولكن لمسة واحدة حطها جون، زي ما جات له، هي تصويبة من تصويبة جابها هدف. ميسي خلال المباراة دي، يعني أنا اتفرجت على الماتش ده بشكل دقيق من أول لآخره، كان تحركاته متميزة، ولكن جوارديولا عمل شيء جيد جدا صعب تعمله مع باريس سان جيرمان. هي مشكلته إن هو ما عندهوش زي ما قلنا سترايكر يحول السيطرة دي لأهداف، إنما جوارديولا حصر باريس سان جيرمان في نص ملعبه معظم الوقت، كان مسيطر تماما على الثلاثي الرهيب نيمار ومبابي وميسي، ولكن لما كانوا بيستلموا الكرة الثلاثة دول بيعملوا خطوره كبيره جدا يا كابتن. طيب. وده اللي منح التفوق بهدفين لفريق باريس سان جيرمان. طيب نروح للمجموعه الثانيه اللي في اعتقادي كمان كانت مجموعه قويه جدا، طبعا مجموعه كبيره بتضم طبعا اتلتيكو مدريد، ليفربول، ميلان، وبورتو. يعني شايف طبعا المباراه، طبعا هنتكلم على مباراه طبعا محمد صلاح، يعني مباراه ليفربول وبورتو، لكن دي نتائج المجموعه الثانيه في الجوله الثانيه من تشامبيونز ليج. بورتو بينهزم امام ليفربول بخماسيه 5-1 لصالح ليفربول، وميلان الايطالي بينهزم 2-1 امام اتلتيكو مدريد. شفت المباراه، وهنتكلم على مباراه طبعا ليفربول وبورتو، شفتها ازاي؟ وشفت تالق كمان محمد صلاح على طبعا على مستوى على مستوى البطوله الاوروبيه ازاي، مقارنه كمان بتفوقه في البريمير ليج. هو الحقيقه محمد صلاح يعني بيقدم مستوى ثابت من بدايه الموسم، مستوى الافضل تقريبا يعني في معظم التقييمات في اوروبا يا كابتن ويفا. حاليا محمد صلاح تقريبا صاحب المستوى الاكثر ثباتا بين كل نجوم اوروبا على الصعيدين المحلي والقاري، بيقدم اداء متميز جدا. فريق ليفربول السنه دي ظاهر بشكل مختلف تماما عن الموسم اللي فات. ده يعود بشكل اساسي القوه فيه، صلاح كان موجود وساديو ماني وجوتا في الموسم اللي فات زي ما هم، ولكن يعود بشكل اساسي لعوده عناصر الدفاع، عودة أليسون بيكر اللي غاب لفترة كبيرة، حارس المرمى المتميز الموسم اللي فات للإصابة، فيرجيل فان دايك المدافع العظيم اللي كل الموسم اللي فات غاب للإصابة برضه، جوردن هندرسون بيرجع بيأمن الدفاع كان كتير إصابات، جويل ماتيب في الدفاع، لعيبة كتير جدا في الدفاع السنة اللي فاتت زي ما حضرتك متابع كانت متصابة في فرقة ليفربول، وده اللي أثر عليهم. السنة دي بترجع له العناصر دي، أول خطوات الفوز دلوقتي في الخطط الفنية كلها وحركات أدرى بيها تأمين الدفاع هو أولى خطوات الفوز، ده اللي بيعمله حاليا ليفربول. هو ليفربول بيفكرنا من سنتين وحصوله على البريمير ليج إن هو عنده قوة هجومية بشكل أكتر من رائع، عنده قوة دفاعية بشكل أكتر من رائع، بيلعب كومباكت بشكل كبير جدا. وجود محمد صلاح كمان بيديله قوة كبيرة جدا. الهجمات المرتدة يا كابتن سريعة جدا عندهم، سريعة وسط ملعب قوي. الثنائي ساديو ماني وصلاح في الجنبين عاملين خطورة كبيرة جدا مع الشاب الواعد جدا جوتا عامل أداء معاهم رائع جدا. الفرقة كلها حتى فيرمينيو بينزل في الدقيقة 70 الماتش اللي فات بيجيب جونين. طب تعالى نشوف أرقام المباراة اللي فاتت، يعني مباراة طبعا ليفربول أمام بورتو البرتغالي، وفوز ساحق لليفربول بخماسية طبعا ليفربول 5-1. الفرص 9 لليفربول مقابل 3 لبورتو، منها طبعا من 9 فرص قدر ليفربول يسجل 5 اهداف وبورتو يسجل هدف. الاهداف المتوقعه كانت 2.8 لصالح ليفربول مقابل 0.6 لبورتو. نسبه الاستحواذ كانت كبيره، اعتقد نسبه 64% لصالح ليفربول 36% لبورتو. بنتكلم على التمريرات الصحيحه، تمريرات توتال التمريرات لليفربول 647 منهم 569 صحيحه بنسبه 88%.
مقابل 317 منها 259 بنسبة 82% البورتو. التصويبات على المرمى 20 تصويبة عدد كبير جدا، منهم كمان 13 ما بين القائمة العارضة. ده النتيجة، ده المحصلة، ان يكون عندك تسديدات لكن منهم 13 تسديدة بنسبة اكتر من 60% ما بين القائمة والعارضة، مقابل 6 تسديدات مقابل يعني منهم 3 ما بين القائمة العارضة لبورتو. العرضيات 8-8، الركنيات 4-2 لصالح ليفربول. شايف الارقام ازاي؟ الارقام دي بتعكس حاجة مهمة جدا يا كابتن، حالة التركيز اللي عندي لعيب ليفربول. اما يبقى عندي الاهداف المتوقعه 2.8 وفقا للاحصائيات العالميه وانا اجيب 5، فانا تخطيت كمان الاهداف المتوقعه في المباراه. انا فرقه مركزه بشكل كبير جدا طبعا. انا بتجيلي 9 هجمات بجيب منهم 5 هجمات اجوان، ودي نسبه عاليه جدا في كره القدم. يعني دايما يقول لك يجي لك 4 هجمات هات منهم واحده، يجي لك 3 هات منهم واحده، انما انا جالي 9 هجمات تقريبا النص بالنص. نسبة كبيرة جدا على تخطوا نسبة طبعاً. الأهداف المتوقعة، أنت متوقع لك أنك تجيب في المباراة دي 2.8 بوينت، قول 3 أهداف، أنا جبت 5. فده بيعكس حالة التركيز الكبيرة جدا اللي عند لاعبي ليفربول الفترة دي، حالة الحماس الكبير اللي مندها لهم المدرب يورجن كلوب، المدرب المتميز اللي للموسم تقريبا السادس معهم أو السابع، فمستوى كبير جدا بيقدمه معهم. وبيعكس حالة برضو يا كابتن الحافز الكبير جدا اللي مديه لهم النجم اللي احنا كلنا بنفخر فيه محمد صلاح. محمد صلاح هناك يعني الفرقه في حاله حب كبيره من زمايله، وكله بيدافع عنه وكله بيحب يمرر له، لان هم عارفين ان هو عايز يعمل حاجه كبيره مع الفريق. صحيح طبعا. على الجانب طبعا الفني والرئاسه والقياده الفنيه ليورجن كلوب المدير الفني لليفربول، زي ما بنقول انطلاقه رائعه على مستوى البريمير ليج، كمان على مستوى الشامبيونز ليج، فوزه 5-1 على بورتو. تعالوا مع حضراتكم نشوف قال ايه بعد المباراه. That we had a tricky start because obviously Porto watched. كانت البداية صعبة إذ يبدو أن فريق بورتو شهد مباراتنا ضد برينتفورد وبدأ المباراة بلعب مباشر، ولهذا السبب لم أرد إجراء أي تغيير لأنني أردت أن يعثر اللاعبون على حل لهذه المشكلة على أرض الملعب، وهذا ما فعلوا ولعبنا بشكل جيد بعد ذلك. لم نستغل الفرص الكبيرة التي سنحت لنا، لكننا سجلنا هدفين من نصف فرصتين، لكننا لعبنا بصورة جيدة. زي ما انت بتقول يا إيهاب، هو بيتكلم على الفرص اللي بتيجي بيسجلوها بشكل كويس، سعيد طبعا اكيد بالنتيجه، وبيتكلم على النقطه اللي اتكلمنا عليها، مهم جدا ان الفرص اللي تجيلك تسددها، ونتيجه كبيره خارج ارضه 5-1 على بورتو، وبيأكد ان ليفربول يعني اكيد متواجد في الدور اللي جاي من الشامبيونز ليج. بالظبط يا كابتن، هو حته الفرص زي ما اتكلم عليها، عايز اقول لحضرتك ان ده يعني بيوديني لمباراه فياريال اللي هنتكلم عليها كمان شويه، مانشستر يونايتد. بين الشوطين في التحليل في سكاي سبورت دارين بينت النجم الانجليزي الكبير قال ايه؟ قال فياريال هيندم على الفرص دي. ده حقيقي. كان فياريال ماسك مانشستر يونايتد الشوط الاول وهجمات كتير جدا، ودي خيط عملاق وبكل هنجلها لان فيها كلام كتير جدا، لكن المباراه دي خلينا نمسك نتكلم على صلاح كمان. الكوره هي الفرصه. صحيح. انت فرصه تستغلها. محمد صلاح حطم الارقام، يواصل تحطيم الارقام القياسيه، الهدفين اللي سجلهم في شباك بورتو خلوه اللاعب الافريقي ثاني اكتر لاعب افريقي يسجل اهداف في دوري ابطال اوروبا. يعني كان الترتيب كان الاول ديدييه دروجبا والثاني صامويل ايتو ب 30 هدف، صلاح امبارح اول امبارح في ماتش بورتو وصل ل 31 هدف في بطوله دوري ابطال اوروبا، يتخطى النجم الكبير صامويل ايتو خلاص وبيقرب من دروجبا. كمان صلاح بقى على بعد هدف واحد من الاسطوره ستيفن جيرارد كاقصى لاعب يسجل اهداف قائد ليفربول التاريخي في بطوله دوري ابطال اوروبا لفرقه ليفربول. خلاص فرق هدف دلوقتي 31-30 بالنسبه لصلاح مع ليفربول في دوري الابطال، بقى بيفصله هدف واحد انه يعمل انجاز ستيفن جيرارد اللي هو اسطوره في ليفربول. والكلام ده حتى اتكلم عليه امبارح في تصريحات النجم الكبير المدافع جيمي كاراجر مدافع ليفربول، اشاد جدا بصلاح وقال في تصريح كده خدته الصحف الانجليزيه، قال صلاح المخيف. صحيح صلاح المخيف كمان على مستوى الارقام. لو شفنا ارقام كمان محمد صلاح في مباراه بورتو، بتتكلم على تصويبات مثلا على سبيل المثال، تصويبات 2-2 اهداف، وده عدد 100% من التصويبات ايجابي جدا ده محمد صلاح. بنتكلم على طبعا صناعه الفرص، صنع فرصه للتهديف، التمريرات 25 منها 22 صحيحه بنسبه 88%، ده عدد كبير، مراوغات صحيحه، مراوغات 4 منهم 2 صحيحه. فانت بتتكلم كمان على ارقام، ما بنقولش انها يعني، انا دايما ببص للارقام
مش بعدد الارقام الكبيره، انا ببص بالمحصله وتاثير هذه الارقام. محمد صلاح تسديدتين هدفين، محمد صلاح عنده تمريره حاسمه ما جاتش هدف، لكن كمان على مستوى تمريرات 88% ده عدد كويس بالنسبه للمهاجم التمريرات صحيحه، فكلها ارقام على مستوى التاثير قويه جدا، وده بصراحه اللي بيميز محمد صلاح. يعني محمد صلاح حاليا يا كابتن يعيش قمه نضجه الكروي، يعني خلاص هو دلوقتي بيقارن في اوروبا دايما، خلاص هو دلوقتي بيتكلموا ميسي رونالدو زي ما بنقول امبابي صلاح. حتى امبارح يعني برضه هنجيلها، رونالدو بعد ما جاب الهدف بيقارنوه بصلاح، العضلات اما قلع والتيشيرت بقت كل الصحف العالميه بتتكلم عضلات صلاح اللي ظهر بيها وعضلات رونالدو اللي ظهر بيها. صلاح بقى توب 5، مش هنقول توب 10 في العالم حاليا، من ضمن التوب 5 لعيبه الافضل، افضل خمس لعيبه في اوروبا والعالم موجود بينهم. فخر كبير لمصر وفخر كبير للعرب والكرة الأفريقية، ونتمنى أنه يواصل المسيرة دي الفترة الجاية إن شاء الله. على مستوى نفس المجموعة كان في مباراة قوية جدا ما بين أتلتيكو مدريد والميلان، وطبعا فوز أتلتيكو مدريد بهذه المباراة 2-1. لكن كمان عايزين نتكلم، أنت شفت المباراة دي إزاي وشايف الميلان إزاي؟ الميلان بيقدم مستويات رائعة جدا حتى على مستوى تشامبيونز ليج، حتى في المباراة الأولى كان عنده أو سبب مشكلة كبيرة جدا جدا لليفربول لكن خسر المباراة. كمان على مستوى المباراة أتلتيكو مدريد كان متقدم رغم النقص العددي، متقدم 1-0 لغاية الدقيقة يمكن 80، ولكن بيخسر الميلان على أرضه 2-1 أمام أتلتيكو مدريد، والهدف الثاني في الدقيقة 90 صحيح ركلة جزاء لسواريز. الحقيقة فريق ميلان فريق سيء الحظ، يعني بعد المباراتين اللي قدمهم فريق سيء الحظ، لأول مرة في التاريخ الموسم ده، لأول مرة في التاريخ في تاريخ دوري أبطال مشاركات ميلان يخسر أول مباراتين في البطولة، يعني لم يسبق لميلان إنه شارك في بطولة دوري أبطال أوروبا وخسر أول مباراتين في دوري المجموعات، دي بتحصل لأول مرة. الفرقة بتعود السنة دي زي ما احنا عارفين لدوري الأبطال تشامبيونز ليج بعد فترة غياب طويلة على إيد ستيفانو بيولي، بيرجع وبيرجع الفرقة، ولكن الفرقة بتقدم كرة حلوة جدا يا كابتن زي ما بنتابع الماتشات. في الماتش الاول خسروا من ليفربول على ملعب ليفربول 3-2 بصعوبه قويه جدا واحرجوا ليفربول في ملعبه. الماتش ده كانوا كويسين جدا، بس طبعا طرد اللي تعرض له ستيفن كيشي اثر على الفرقه، نجم الفريق الكبير اللي كذا فرقه في العالم بتتابعه، لاعب الايفواري لاعب وسط الملعب اتطرد، فده اثر عليهم. حصلوا على ركله جزاء فريق اتلتيكو مدريد وقدر يكسب بيها. انا بقول ان ليفربول واتلتيكو مدريد بيلعبوا بالخبره يعني الاكثر من المهارات، لان فرقه ميلان فرقه جيده جدا ولكن بتخسر لنقص الخبره يعني في البطوله الاوروبيه. بالظبط، هم 7 سنين ما بيشاركوش في التشامبيونز، غايبين عن البطوله الاوروبيه، فريق متوسط اعماره 24 سنه اعتقد، يعني هو كان بيامل انه يكون في المركز الثاني او حتى المركز الثالث للوصول للدوري الاوروبي. لكن على مستوى طبعا اتلتيكو مدريد، سيموني المدير الفني لاتلتيكو مدريد قال ايه بعد مباراته والفوز الكبير على ميلان 2-1؟ كان ميلان الجانب الأفضل في الشوط الأول من المباراة خاصة في البداية، وعجزنا عن السيطرة عليهم سواء بشكل دفاعي أو بحيازة الكرة، وهذا وضع نحتاج لإصلاحه، غير أن هذه النتيجة تكسبنا ثقة بالنفس. لم أحتفل بهدف أنطوان غريزمان لأن النتيجة كانت التعادل، وتبقى وقت طويل وأردنا الفوز، لكنني كنت سعيدا جدا بعد ذلك لأجله، إنه لاعب عظيم ولا شك لدي في أنه إضافة قيمة للفريق، لكننا نطلب الكثير منه وهو يدرك ذلك. دي كانت تصريح سيموني المدير الفني لأتلتيكو مدريد. نشوف مع حضراتكم برضو بيولي المدير الفني للميلان قال إيه بعد الهزيمة 2-1. Eravamo dal campo si vedeva si sentiva la un padone nel campo. رأينا جميعا فريقنا يهيمن على مسار اللعب، ولذلك يجب أن يمنحنا أداءنا عندما كان لدينا 11 لاعبا على أرض الملعب ثقة كبيرة بالنفس وإيمانا بقدرة الفريق. ارتكب فرانك كيسي مخالفة ربما كان يمكن تجنبها، يحدث ذلك أثناء اللعب ولم يستحق استلام البطاقة الصفراء الثانية، ما أدى إلى أن نلعب بعشرة لاعبين بعد مرور 30 دقيقة فقط على بداية مباراتنا في دوري الأبطال. أما بشأن ركلة الجزاء فلا أدري إذا ما كانت الركلة صحيحة أم لا، لأنها حدثت بسرعة كبيرة. ما إبراهيم صف نشعر بالندم لأنه كان بوسعنا تحقيق نتيجة إيجابية، فنحن نستحق ذلك بسبب الأداء الجيد من اللاعبين.
والمساندة الرائعة من الجماهير. إيهاب، على مستوى التصريحات شفنا أن سموني قد إيه سعيد وكان حاسس بأهمية هذه المباراة وصعوبة هذه المباراة. بيولي المدير الفني للميلان أكيد حزين وبيتكلم أن هو اتطرد منه لعيب في الدقيقة 30، لعيب في وسط الملعب، لعيب أكثر من رائع، وكمان بيشك في ضربة الجزاء الأخيرة، وقال أنه بيلعب بطريقة جيدة جدا ولكن من سوء الحظ أنه بعد الدقيقة 30 بيلعب في الشامبيونز ليج أمام أتلتيكو مدريد وهو ناقص واحد. طبعا صعب جدا يا كابتن، فريق اتلتيكو مدريد بلغه الكوره حضرتك عارف فرقه رخمه، فرقه غلسه كده زي ما بيقولوا، فرقه الكوره صعب جدا، بترهق كل فرق العالم لما بيلعبوها، صعب جدا صعب جدا تكسبها. ولذلك الماتش الجاي ليفربول واتلتيكو مدريد هتبقى في الجولتين الثالثه والرابعه، هيبقوا ماتشين صعبين جدا وهيحددوا تقريبا متصدر المجموعه مين فيهم دوت ولا ده اللي هيتصدر المجموعه. نفس الكلام بورتو وميلان، هيبقى صراع بينهم على المركز الثالث بنسبه كبيره، ويعني ماتش برضو مش نقدرش نحدد فيهم، فرقتين كبار، فرقتين ليهم تاريخ كبير في البطوله وان كان سابق في الاونه الاخيره مش كويسين. انا هقف عند تصريحات سيميوني عند نقطتين مهمين جدا، انطوان جريزمان الفرحه ليه، وطبعا سواريز والهدفين اللي سجلهم النجمين اللي برشلونه قال لا يصلحوا. لا تعليق اكتر من كده، لا تعليق، لا تعليق. انا معاك كمان لا تعليق. تعالوا مع حضراتكم نشوف ترتيب المجموعه الثانيه بعد الجوله الثانيه، ونروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل مره ثانيه مع المحترف. اهلا بحضراتكم مره تانية في المحترف، برحب بك يا مره تانية، ونروح للمجموعه الثالثه. المجموعه الثالثه طبعا فيها اياكس، فيها دورتموند، فيها بيشكتاش، يمكن يعني مجموعه اعتقد الى حد كبير حسمت حتى من الجوله الثانيه، يعني دورتموند بيفوز وكمان اياكس بيفوز على يعني برقم كبير المباراه الاولى امام بيشكتاش بخماسيه، كمان دورتموند بيفوز خارج ارضه 2-1. شايف المجموعه دي ازاي، وهل فعلا حسمت بصعود دورتموند وأياكس للدور القادم، ومين المتواجد في المركز الثالث؟ المجموعة دي بنسبة كبيرة كابتن يعني خلاص زي ما حضرتك قلت كده، فريق أياكس أمستردام فريق عنده خبرات أوروبية كبيرة جدا، قدر يكسب المباراتين هيتأهل على المجموعة، كذلك برضو فريق بروسيا دورتموند عندنا هيبقى الفرقة الثانية معاه في المجموعة دي، بيتبقى المركز الثاني واللي أعتقد يعني المركز الثالث هيبقى بين سبورتنج لشبونة أكتر من بيشكتاش. بيشكتاش لان فريق بيشكتاش ما ظهرش بشكل طيب حتى الان في البطوله، يعني سبورتنج لشبونه خسر مباراه ولكن قدم مباراه جيده، ما خسرش برضو بالنتائج الخمسه والكلام، فاعتقد ان المركز الثالث هيكون من نصيب فرقه سبورتنج لشبونه. شوف النتائج المجموعه الثالثه، طبعا زي ما بنتكلم بروسيا دورتموند واياكس يكتسحوا هذه المجموعه بسهوله، لكن نتائج هذه المجموعه طبعا زي ما حضراتكم شايفين، هو طبعا فوز بروسيا دورتموند على سبورتنج لشبونه 1-0، و فوز اياكس امستردام على بيشكتاش التركي 2-0. مجموعه زي ما انت بتقول، هو مين بقى الاول؟ انت يعني طبعا في مباراه قمه ما بين الفرقتين اياكس ودورتموند، شايف ممكن مين يحسم؟ اعتقد بروسيا دورتموند هياخد المركز الاول عن اياكس. خبراته الاوروبيه الكبيره في السنين اللي فاتت عن اياكس، وجود الهداف الخطير هالاند برضو وماركو رويس، الاسماء برضو اللي موجوده كابتن جود بيلينجهام، في مجموعه اسماء في فرقه بروسيا دورتموند نجوم كبار يقدروا يرجحوا كفه فريقهم انه ياخد المركز الاول في المجموعه دي، خاصه مع ظهور بروسيا دورتموند الطيب في السنوات الاخيره في البطوله، اعتقد ان المركز الاول هيكون من نصيبهم في المجموعه دي. المجموعه ديت كمان احنا بنتكلم على المجموعه، نروح للمجموعه الرابعه، يمكن خلاص احنا عارفين دلوقتي اياكس دورتموند في المركز الاول، كل واحد لعب مباراتين بست نقاط، يليها يمكن سبورتنج لشبونه وبيشكتاش التركي. المجموعه الرابعه وفيها مفاجأة كبيرة جدا جدا جدا، وانت ضحكت، انا عارف ان انت من مشجعي ريال مدريد، لكن المجموعة الرابعة وطبعا خسارة ريال مدريد من فريق لأول مرة الناس بتسمع عنه برضه يا إيهاب في الشامبيونز ليج، فريق تشيريف اللي هو يعني جديد على الساحة الدولية بيعمل نتائج خرافية لغاية دلوقتي، انه يفوز على ريال مدريد على أرضه بنتيجة 2-1، اعتقد دي كان من اهم مفاجآت الجوله الثانيه في الشامبيونز ليج. طبعا يا كابتن كمان الويفا والفيفا سموا الهزيمه دي اكبر مفاجاه في تاريخ دوري ابطال اوروبا، تخيل اكبر مفاجاه في تاريخ دوري ابطال اوروبا. عايز اقول لك ان نسب المراهنات دايما في اوروبا في مراهنات على المباراه،
كانت مديه ان شريف تيراسبول يكسب قد ايه يا كابتن؟ 1.4%، مش محصل 2%، نسبه فوزه بالمباراه. انت بتلعب في سانتياغو برنابيو، الملعب التاريخي العملاق لريال مدريد، ريال مدريد بيرجع له بعد فتره غياب طويله حوالي سنتين، عمل تجديد في الملعب، كان اول لان ريال مدريد احنا عارفين الجوله الاولى لعب في انتر ميلان، لعب في ايطاليا بره ملعبه، فده كان اول مباراه يلعبها في ملعبه بعد فتره غياب طويله. فريق شريف تيراسبول، فريق تاسس سنه 97، تخيل يا كابتن 1997، فريق اتاسس من 24 سنه بس، قدر يعمل الانجازات دي، اتاسس على ايدي اثنين من ضباط المخابرات السوفيتيه. خلال العشر سنين اللي فاتوا كسب الدوري في مولدوفيا 9 مرات من اصل 10، رغم ان هو يعني ما يتبعش مولدوفيا، هو هم حاطينه كده بس هو عايز ينفصل، هو بيتبع مقاطعه اسمها ترانس نستيريا، دي مقاطعه عايزه تنضم لروسيا، ولكن مولدوفا بتقول ان هي تابعه، يعني حتى الاقليم اللي هو تابعه اقليم عليه خلافات، فريق غريب جدا يعني. من ضمن الغريب ان من ضمن الدوري المصري، هقول لحضرتك معلومه يعني جميله، ان الدوري المصري بيوجد فيه حاليا في الموسم الجديد لاعب في فريق شريف تيراسبول قبل كده، وهو الصفقه الجديده لفريق غزل المحله، ابراهيم اكونيه. وده يمكن يفصل لنا الحاجه اللي كل الجماهير الكره المصريه بتسال، هو ليه غزل المحله من يومين هنأ فريق شريف تيراسبول بالفوز على ريال مدريد؟ كانت يعني خبر غريب جدا قريناه، زي غزل المحله، يعني مع احترامي الكامل لفرقه غزل المحله، بس غزل المحله بيهنئ فريق مولدوفي بالفوز على ريال مدريد. احنا دلوقتي عرفنا السبب اما عرفنا ان ابراهيم اكونيه النجم اللي كان بيلعب في فريق شريف تيراسبول هو اتنقل لغزل المحله. طيب تعال نشوف كمان عبر زوم ويلي كورنهارد، ده طبعا المدير الفني لانترلاكت الالماني، وبنرحب بيك في قناه النادي الاهلي عبر زوم. ويلي مساء الخير عليك. شكرا جزيلا، تحياتي لكم. بنرحب بيك في قناه النادي الاهلي، وطبعا اكيد هو متابع اكيد الشامبيونز ليج وخاصه الفرق الالمانيه، بنتكلم على البايرن، بنتكلم على دورتموند. خلينا نتكلم الاول من وجهه نظره، ولسه بنتكلم على فريق تشيريف، لا فريق لسه صاعد، وفريق يمكن ناس كتير ما تعرفش الفريق ده امتى ظهر، وبيعمل نتائج كبيره جدا وبيفوز على الريال 2-1. من وجهه نظره شايف يعني الجوله الثانيه من الشامبيونز ليج ازاي؟ بكل تاكيد كان هذا شيء رائع، وبالنسبه لي كانت مفاجاه كبيره. بالفعل يظهر هذا النادي بشكل ممتاز رائع ويقدم نتائج رائعة، فعلا أتفق معك. صحيح، على الجانب الآخر أكيد هو كان مدرب كبير وكان طبعا متابع أكيد جيد للكرة الألمانية، عايز أعرف كمان رأيه على مستوى الشامبيونز ليج، أولا على مستوى البوندز ليغا واكتساح البايرن مع شاب، يعني دايما بنتكلم على المدربين الالمان، مدربين كبار جدا، بنتكلم على توخيل، بنتكلم على يورجن كلوب، بنتكلم على كلينزمان، طبعا ده المدير الشاب لفريق البايرن. شايف اول خطواته بالنسبه لتدريب هذا النادي العملاق ونجاحاته من خلال البوندس ليجا ومن خلال الشامبيونز ليج؟ بايرن ميونخ هو من افضل الفرق في اوروبا بكل تاكيد، وبالفعل لديه مدرب رائع، مدرب شاب صغير في السن يقود فريق كبير، فريق ناجلسمان يمتلك ايضا قدرات خاصه ودرب فرق عديده وكان مع لايبتسيغ في الماضي، والان يقود بايرن ميونخ الفريق الاعظم في اوروبا من وجهه نظري. بالفعل يقدم مباريات قوية ويحرزون سكورز وأهداف كثيرة في كل المباريات، وخصوصا المباريات الأخيرة سواء على المستوى المحلي أو المستوى الأوروبي كما رأينا. فعلا هو المدرب قوي وقريب جدا من اللاعبين ودائما يطور فيهم بكل تأكيد.
اكيد على مستوى الشامبيونز ليج كمان اكيد متابع محمد صلاح نجمنا الكبير مع ليفربول، كمان عايز اعرف رايه، طبعا هو مدير فني كبير، اعرف رايه كمان في تالق محمد صلاح مش السنه دي، خلال طبعا الفتره السابقه مع ليفربول على مستوى البريمير ليج وعلى مستوى الشامبيونز ليج، وحظوظ محمد صلاح مع ليفربول السنه دي لحصد بطوله البريمير ليج او حصد بطوله الشامبيونز ليج. محمد صلاح هو لاعب استثنائي بالفعل، محمد صلاح يقدم مباريات استثنائية وفعلا يظهر بمستوى رائع ويحطم ريكوردس ويظهر بشكل ممتاز، فهو وضع نفسه في مستوى عالي جدا بين نجوم العالم، يظهر مع ليفربول بشكل رائع أيضا منذ انضم إلى ليفربول بكل تأكيد، اتفق معك. طبعا على مستوى التدريب ودايما في السنوات، مش أقول الأخيرة لكن في السنوات العشر الأخيرة، دايما على مستوى الكرة العالمية مستمتعين بخبرات المدربين الألمان. المدربين الألمان دلوقتي في مصاف المدربين على مستوى التوب في مش في قارة أوروبا بس، على مستوى العالم. وانت مدير فني وانت يعني اكيد يعني متابع للمنظومه التدريبيه في المانيا، ازاي المانيا ممكن بتشتغل وازاي المانيا بتطلع مدربين على مستوى عالي جدا، مدربين صغيرين في السن، مدربين كمان بعد فترات بياخدوا خبرات كبيره جدا، وتفسر بايه ان المدرب الالماني دلوقتي يمكن من اكتر المدربين يعني استحقاقا على مستوى العالم. بكل تأكيد فعلا المدربين الألمان هم من أفضل المدربين على الساحة في الوقت الحالي، أعتقد ظهر ذلك عبر تطور كرة القدم أيضا في ألمانيا في الأعوام الأخيرة، بغض النظر عن الظهور الأخير للمانشافت الألمانية، ولكن نتحدث عن كرة القدم وعن المنظومة بكل تأكيد وبشكل أعم. هذا ما أنتج لنا مثل هؤلاء المدربين العظماء يقودون بكل تأكيد فرق كبيرة توب تيمز في العالم كما ذكرت. بكل تأكيد طيب، بكل تأكيد أنا أرى ذلك وأنا أتابع وأحلل من وجهة نظري كيف يتعامل المدربون الألمان مع اللاعبين مع الفرق، وأنهم ينظرون على كل تفصيلة ويحللونها ويشتغلون ويعملون على ذلك من أجل التطوير المستمر، فهم دقيقين جدا وينظرون لكل كبيرة وصغيرة كما بلغة كرة القدم من أجل التطوير والتحسين المستمر، وهذا هو سر نجاح المدربين الألمان بكل تأكيد. ونحن نعلم ما يعلمون أيضا ما عليهم من أدوار ووظائف للعمل المستمر على التطوير المستمر، هذا هو هدفهم وهذا هو هدفنا أيضا، التحليل المستمر، التحليل ثم التحليل هو ما يساعدنا في ظهور المدربين الألمان وبشكل جيد بكل تأكيد، وإحراز أو ظهور بشكل كبير ناجح مع الفرق التي أكيد على مستوى المتابعة الألمانية في اليورو 2020 كان في إحباط وخروج ألمانيا، ويمكن استقالة لوب المدير الفني لمنتخب ألمانيا وهانز فليك المدير الفني الجديد للمنتخب الألماني، أنت شايف إزاي فليك سيقود القاطرة الألمانية على مستوى فريق كبير زي المنتخب الألماني للوصول لكأس العالم، وطموحات يمكن الجماهير الألمانية مع هانز فليك المدير الفني الجديد للمنتخب الألماني؟ صحيح، بكل تأكيد هانز فليك أيضا هو مدرب رائع، ورأينا النتائج المذهلة التي أظهرها هانز فليك وصنعها مع الفريق البافاري في الأعوام الأخيرة. هانز فليك هو مدرب قوي يعلم تماما ما يريده، فهو يكون الآن مانشافت فريق أو سكواد رائع وقوي خالط بين الشباب والخبرة، بالفعل هو يركز أيضا بكل على اللاعبين الشباب
ويعطي الفرص بكل تأكيد. لابد علينا من العودة ووضع المنتخب الألماني في القمة والازدهار مرة أخرى لقيادة الكرة كرة القدم في العالم بكل تأكيد. آخر سؤال معاك ويلي، بالنسبة للتشامبيونز ليج نرجع له تاني، واثنين مدربين ألمان، بنتكلم على توخيل المدير الفني لتشيلسي، وبنتكلم على يورجن كلوب المدير الفني لليفربول. شايف أوجه التشابه والاختلاف من حيث النظرة الفنية وعلى المستوى كمان على المستوى الشخصي، الفرق ما بين توخيل ويورجن كلوب؟ سؤال جميل. فعلا يختلف البعض، يختلفون عن بعضهم البعض، الكل يمتلك أو بروفايل خاص به وإمكانيات خاصة. نشاهد كرة ممتعة لأنهم يمتلكون الفكرة الوحيدة. المتشابه هو اللعب كفريق متكامل وليس التركيز على نجم بعينه، فهذا هو ما يصنعه المدربون الألمان في العموم، ولكن الاثنين يمتلكون قدرات خاصة وكانوا مدربين في العام الماضي مع دورتموند على سبيل المثال، وظهروا بالفريق بشكل جيد واستطاعوا أن يضعوا دورتموند أيضا في المرتبة القوية لمنافسة البافاري بكل تأكيد. طبعا ويلي احنا بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا في قناة النادي الأهلي، وإن شاء الله تكون معنا في فترات جاية نتكلم على الكرة العالمية وخاصة على الكرة الألمانية. هنتابع مع حضراتكم هنا كمان في المحترف النقطة اللي اتكلمت عليها المدربين الألمان، هنشرح مع حضراتكم الخطة الألمانية، خطة وضعها الاتحاد الألماني ورابطة الأندية الألمانية من 2006 ل 2026 للنهوض بكرة القدم في ألمانيا، نهوض على مستوى اللاعبين، النهوض على مستوى المدربين. وكانت الحصيلة طبعا هو طبعا فوز منتخب ألمانيا بكأس العالم 2014. الخطة ما زالت مستمرة رغم تغيير الأشخاص وتغيير الأجهزة الفنية، لكن البلان موجود إن شاء الله من خلال المحترف. هنشرح لحضراتكم إزاي بالظبط تفاصيل هذه الخطة، لعل وعسى إن شاء الله يعني الناس تاخد بيها ونبدأ نحط رجلينا على الطريق الصحيح للنهوض بالكرة المصرية على مستوى يعني على مستوى الفني منتخب مصر، ووصوله ان شاء الله لكاس العالم. كمان مهم جدا على مستوى المدربين المصريين، مستوى المدربين المصريين ازاي نأهل مدربينا يكونوا على مستوى عالي جدا ان شاء الله. هنتابع ده كمان معاك يا ايهاب ان شاء الله هنا في المحترف، لانها قضيه مهمه جدا جدا. باذن الله تعالى نشوف معاك دلوقتي، نرجع للتشامبيونز ليج ونشوف ترتيب المجموعه الثالثه بعد الجوله الثانيه. المجموعه الرابعه بقى دي المجموعة الرابعة، أتلانتا طبعا الإيطالي في المقدمة بأربعة، دي المجموعة الخامسة، دي المجموعة الخامسة، المجموعة الخامسة أتلانتا في المركز الأول بأربع نقاط، المان يونايتد هنتكلم طبعا على مباراة المان يونايتد وفيا ريال، لكن مانشستر يونايتد في المركز الثاني بثلاث نقاط، يانج بويز السويسري في المركز الثالث بثلاث نقاط، وفيا ريال الإسباني المركز الرابع بنقطة وحيدة. إيهاب، مباراة كانت مباراة أنا شايف من أفضل المباريات في الجولة الثانية، مباراة مانشستر يونايتد مع طبعا فيا ريال، نتكلم عليها. شفت المباراة دي إزاي؟ شفت من خلال النقطة المهمة جدا إضاعة الفرصة، دايما بنتكلم على كرة القدم اللي يعني اللي بيضيع بيستقبل، ودي كانت يمكن متواجدة في نهاية مباراة مانشستر يونايتد فيا ريال. شفت المباراة إزاي؟ على مستوى الفني بالظبط يا كابتن، مباراه قويه جدا، فريق فياريال فرقه بلغه الكره فرقه صعبه قوي، صحيح احرجت مانشستر يونايتد في ملعبه الشوط الاول تقريبا فرص كتير جدا ضيعوها، كانت فرقه مانشستر يونايتد غريبه في الملعب، ولكن فرقه مانشستر يونايتد يوجد كريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو لديه الحلول، لديه اللي يقدر يغير الملعب، يعني هدف جاب هدف قاتل في الدقيقه 94 ونص، خلاص الحكم مدي 5 دقائق وقت بدل ضايع، الحكم بيستعد انه يصفر كره اساسا ميته، واللي يعني نشوف مين اللي جري عليها وراح يجيبها، كافاني البديل العجوز، يعني لو عايزين نقول الراجل سنه كبير برضو نازل هو بيجري كله فائد الامل في الكره، يعني انا توقفت في المباراه دي، يعني انا بدي الهدف ده لكافاني اكتر، كره راحه ناحيه الكورنر هتطلع بيجري بيحصلها وبيجيب الكره، كانت هتطلع تبقى ضربه مرمى في ايده بيحصلها وبيعملوا هجمه، بيجي عرضيه بيقدر يسجلها كريستيانو رونالدو بيجيب ثالث هدف ليه بلس 90 في دوري ابطال اوروبا،
وده رقم قياسي ليه يا كابتن. مفيش لاعب في تاريخ دوري ابطال اوروبا قبل كده جاب بلس 90 هدف ثالث باستثناء نجم واحد الارجنتيني سيرجيو اجويرو مع مانشستر سيتي بيكرر انجازه دلوقتي كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو سلسله من الانجازات لا تتوقف. صفقه مهمه جدا انا بعتبرها اهم صفقه في الصيف ده في كل اوروبا يعني. فعلا مانشستر يونايتد نجح انه يقتنص لاعب هيعيد الشياطين الحمر تاني للواجهه وللصداره. ولكن مانشستر يونايتد لازلت عند رايي يحتاج الى مدير فني. مانشستر يونايتد لسه هنتكلم في النقطه ديت لان طبعا شايل عليه علامات استفهام كتيره جدا لكن علامات ايجابيه جدا. كريستيانو رونالدو منذ انضمامه وانتقاله من اليوفنتوس للمان يونايتد بيحقق نتائج اكتر من رائعه. هنتكلم على رونالدو ولسه عندنا مباريات كتيره جدا والمجموعه لسه احنا في المجموعه الخامسه عندنا كمان ثلاث مجموعات في الشامبيونز ليج هنتابعها مع حضراتكم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية في المحترف وبنتكلم على الشامبيونز ليج المجموعه اللي بتضم كنا لسه بنتكلم على الكره الالمانيه والمدربين الالمان والفرق الالمانيه. اكيد البايرن اللي يمكن بيحقق اكتساح على مستوى البوندسليغا كمان على مستوى الشامبيونز ليج في مجموعه الخمسه اللي بتضم معاه برشلونه وبنفيكا ودينامو كييف. ايهاب اكيد بنتكلم لو اتكلمنا على البايرن ونتكلم على مباراته يعني كانت مباراة كبيرة جدا الفوز البايرن بنتيجة كبيرة لكن خلينا نسيب البايرن شوية دلوقتي وعندنا مشكلة كبيرة مشكلة برشلونة ونتيجة مفاجأة على مستوى النتيجة أعتقد على مستوى الأداء ما كانتش مفاجأة لكن بنفيكا بتفوز على برشلونة 3-0. طبعا مش عايز أقول كارثة في برشلونة. الفريق بينهار يا كابتن. الفريق بينهار دي حقيقة يعني في اسبانيا كلهم دلوقتي بيتكلموا في اقليم كاتالونيا بالذات اللي هو كله بيدين لبرشلونه وبيشجع برشلونه بيقولوا ان الفرقه بتنهار. عايز اقول ان شويه كتير كلام كومان طلع يا كابتن اللي اتكلمنا فيه من فتره لما طلع قال تصريحاته والكل انتقده قال برشلونه قال ميسي كان بيداري الكتير من عيوب برشلونه. فعلا طلع كلامه سليم. ميسي كان شايل الفرقه دي. ميسي كان مداري حاجات كتير قوي في برشلونه ودي اخطاء يتحملها مجلس الادارات السابقه في برشلونه ان هم ما عملوش فرقه. ظلوا معتمدين كل السنين اللي فاتت بقالنا اكتر من 15 سنه على ميسي. ميسي واللي ميسي لعب شويه في الجيل الذهبي طبعا تشافي وانيستا والمجموعه ولويس سواريز وقبلهم طبعا وبيول ورا وكل المجموعه اللي كانت والفيش وكل المجموعه اللي كانت موجوده في برشلونه وعملت الانجازات الكبيره جدا وعملت اسم برشلونه. المجموعه دي المجالس الادارات اللي جت لبرشلونه وتوالت ما عملتش البديل ما عملتش الفرقه الجديده اللي تقدر تدافع عن اسم برشلونه وتواصل رفعت اسم برشلونه. ده ليه؟ لان كان عندهم موجود لاعب موهوب لاعب ليس له مثيل في العالم اسمه ميسي بكل أمانة شال يعني الفرقه. نتكلم بكل امانه ميسي طبعا غيابه بيأثر بشكل كبير جدا لكن هذا الانهيار في فريق برشلونه على جميع المستويات على الاداره الفنيه كومان مش قادر يدير المباراه قاعد تايه في المباراه بيتغلب 3-0 في الشامبيونز ليج ومستواه حتى على مستوى الليجا الاسبانيه ضايع. هل هو ده الفرق ان في ادارات الانديه واللي بتتكلم على ولسه بنتكلم على الدوري الالماني او المدرب الالماني اللي دايما بيلعب على التيم وورك ما عندناش النجم الاوحد اللي متواجد في مجموعه فلو نجم غاب ما اعتقدش هيبقى في مشكله. حتى ليفاندوفسكي لو غاب في مشكله شويه لكن مش مشكله على سبب انهيار. لما بنتكلم على الجزئيه ديت ان برشلونه وحلول برشلونه هل برشلونه في طريقه للاستغناء على رونالد كومان المدير الفني في الايام اللي جايه ولا انت شايف ان خلاص الموضوع بالنسبه للاداره الفنيه هتستمر على الاقل كمان لحد يعني ترانسفير ماركت في الشتاء يعني؟ هو مبدئيا يا كابتن ده مش هيتحقق اللي هي حته ان الفرقه تلعب وفرقه جماعيه والكلام مش هيتحقق في برشلونه لان انت ما عملتش كده. انت ما عملتش فرقه تلعب كده. انت فرقه كنت بتلعب زي ما قلت على النجم الاوحد اللي هو ميسي دلوقتي. انا بقول لك ده يعني ده نتيجه مجالس الاداره او على رئيس النادي هو بيعتمد بشكل كبير على ميسي والعوامل المساعده خروج كمان سواريز من السكواد وجريزمان طبعا كلها صفقات كانت علامه استفهام كبيره جدا. الحلول اللي انت شايفها لبرشلونه للفتره اللي جايه طبعا طيب. النتائج عندنا برشلونه طبعا 3-0 خساره امام بنفيكا البرتغالي وطبعا نتيجه كبيره جدا بايرن ميونخ بيفوز 5-0 على دينامو كييف الاوكراني. كل الطرق تؤدي حاليا يا كابتن
لإقالة كومان. حتى في أسبانيا امبارح بعض الصحف وبعض الناس كلموا قالوا الأمسية الأخيرة لكومان في برشلونة وقالوا باي باي كومان والكلام ده كله. ولكن مين اللي هيجي هيعمل ايه دلوقتي؟ حاليا انت عايز مدرب كابتن يجي بفكر ينزل لاماسيا الأكاديمية التاريخية الشهيرة لبرشلونة ويكون فريق جديد. خلاص انت انسى الموسم ده لو عايز تشتغل صح في برشلونة. الموسم غالبا على الصعيدين المحلي والاوروبي ما اعتقدش ان برشلونة هيحقق نجاحات. برشلونة سيء جدا، يعني مش كلمة سيء، برشلونة الاول لك ان تعلم لاول مرة في التاريخ بيخسر اول مباراتين ليه في دوري المجموعات في دوري ابطال اوروبا، لاول مرة في التاريخ. يعني ارقام سيئه جدا ما بتتحققش، أسوأ انطلاقه لبرشلونه في تاريخ دوري ابطال اوروبا. حاليا عايز انت مدرب يجي حاليا يمسك الفرقه يشوف قطاع الناشئين كله في لاماسيا اللي بتطلع نجوم، اللي طلعت نجوم لبرشلونه، نجوم كبار جدا ونجوم غزوا العالم بره برشلونه كمان، يبدا يكون منها فريق حاليا ويعمل ده. مع كومان مش هيحصل الكلام ده لان كومان زي ما بنقول خلاص هو الراجل مسلم وبيقول هي دي القماشه اللي عندي بلغه. حتى خلال تصريحات كومان تصريحات غريبه جدا جدا، يعني من الاسابيع الاخيره حتى في على مستوى الليجا الاسباني تصريحات ما بتحسش ان تصريحات مدير فني واثق في نفسه. اكيد الضغوط عليه كانت كبيره جدا، رونالد كومان مدرب كبير ما فيش شك، لكن بعض الناس بتقول على المستوى الاداء الفني لهذا المدرب ما قدرش يساعد برشلونه حتى لو برشلونه وحش. على الجانب الاخر يقول لك لا ده مدير فني جيد، لكن الظروف اللي كان موجود فيها برشلونه من يعني الهزه، هزه خروج ميسي، سواريز، جريزمان، ما فيش صفقات جديده، ما فيش فلوس، فكل دوت خارج عن اراده المدير الفني، وبالتالي في جانب اخر واقف جنب رونالدو. خلي بالك يا كابتن، رئيس النادي افقده الثقه في نفسه. صحيح. من اول ما مسك الموضوع يمسك النادي ويقول انا ما كانش كومان اختياري، يعني انت لسه جاي ما بتديش الراجل ثقه، بتقول كومان ما كانش اختياري. صحيح. وما كنتش عايزه يستمر. يعني انت بتقول لي انا كمدرب، انت رئيس نادي بتقول لي ان انت شغال كده انا مش عايزك. يمكن قال كده قبل كمان الانتخابات، قال انا لو جيت الانتخابات هيكون في تغيير على مستوى على صعيد الجهاز الفني بالظبط. وبعد كده سابه وهو بينتقده، وحاليا ما فيش وفاق بينهم في برشلونه. حتى النهارده تصريحات لويس سواريز قال ايه؟ قال ان الفرقه اللي قال فيها انه كان بيعاملني باحتكار، قال برضه ان الفريق ضحيه كومان ولابورتا، ضحيه الخلاف بينهم. ده اللي بيعاني منه فريق برشلونه حاليا في الوقت ده. يعني برشلونه محتاج حلول، برشلونه بيعاني عاجلة. طبعا بشكل كبير على المستوى المحلي، على مستوى الشامبيونز ليج، ارقام برشلونه وبنفيكا طبعا نتيجه 3 اهداف لبنفيكا 0 برشلونه، الفرص 5 فرص لبرشلونه ما قدرش يحقق منها ولا هدف. على الجانب الاخر بنفيكا 4 فرص حقق 3 اهداف، الاهداف المتوقعه لصالح بنفيكا 1.8 مقابل 1.7 لبرشلونه، نسبه الاستحواذ 59 مقابل 41 لصالح برشلونه، التمريرات 554 منها 498 صحيحه بنسبه 90% لبرشلونه مقابل 390 منها 340 صحيحه بنسبه 87% لبنفيكا، التصويبات على المرمى 9 لصالح برشلونه منها 2 بس ما بين القائم والعارضه، بجانب على الجانب الاخر بنفيكا 12 تصويبه منها 6 تصويبات ما بين القائم والعارضه، 20 عرضيه لبرشلونه مقابل 10 لبنفيكا، 5 ركنيات لبرشلونه مقابل 4 لبنفيكا. مش دي الارقام اللي كنا بنشوفها ايهاب زمان على حتى مستوى، خلينا نتكلم على مستوى الاستحواذ، حتى نسبه الاستحواذ لبرشلونه اصبحت زيها زي اي فرقه، مدرسه التيك تاكا والاحتفاظ بالكره حتى ديت رونالد كومان ما قدرش يحافظ عليها داخل برشلونه، برغم ان هو كان الوفي لفلسفه كرويف وقالوا ان هو هيطبق الكره الهولنديه الشامله، ولكن برضه انا برضو متفق معاه بنسبه بسيطه جدا. حته القماشه وحضرتك مدرب وعارف ولعبت كوره، هو الراجل بيقول ان دي القماشه اللي عندي، هو مش المفروض كمدرب يقول الكلام ده طبعا. بس هو كمان طلب بعض الصفقات وجات له كل الصفقات اللي طلبها، يعني برضو على الجانب الاخر ما انت طلبت صفقات وجبت صفقات في اضيق الحدود يا كابتن، صفقات على قد فلوسك زي ما بيقولوا، يعني برشلونه جاب صفقات على قد فلوسه، النجوم الكبار اللي كان بيسعى ليهم ما فيش ولا نجم منهم قدر يجيبه. ليه؟ لان هي دي حتى ميسي ما قدرش يحتفظ بيه، وان كان ليها جانب تاني طبعا تاني الخلافات وراس يعني المال والكلام ده، ولكن حاليا خلاص الكلام في برشلونه في مدير فني جديد. برشلونه يعني اقدر اقول لحضرتك ان كومان ستتم اقالته يوم السبت الجاي. طب تعالى نشوف الكلام دوت. يمكن كومان رونالد كومان على يعني اعتاب الخروج من برشلونه، تعالوا مع بعض نشوف قال ايه بعد الهزيمه الكبيره امام بنفيكا 3-0. كما قلت في اليوم السابق للمباراة حول مستقبلي، لا يمكنني قول أي شيء لأنني لا أعرف رأي النادي حيال ذلك، لا أريد الإجابة على أي أسئلة أخرى حول هذا الموضوع لأنه ليس في يدي، لذا سنرى ماذا سيحدث.
في النهاية المسؤولون في حالة الهزيمة هم المدربون، لكنني أعتقد أنه في العديد من المراحل أثناء المباراة قمنا بتنفيذ خطتنا بشكل جيد للغاية، لأننا كنا متفوقين عليهم. منذ أصبحت النتيجة هدفين دون مقابل أصبحت لدينا بعض المشاكل، لكن كانت لدينا فرص لتسجيل هدفين في المباراة. لتفوز مع اللاعبين الذين لدينا علينا اللعب على طريقتنا، الحصول على الكرة وخلق الفرص، وهذا ما فعلناه. لكن إذا لم تسجل فلن تفوز بالمباراة. أفهم أنك ترى النتيجة النهائية وأنا أقبلها. عندما تربح مباراة كل شيء يكون هادئا، والآن خسرنا مباراة، لذا فإن مستقبل المدرب في العالم محل شك، وعليك أن تقبل ذلك، وإذا لم تفعل فمن الأفضل أن تغادر. يعني تصريحات فيها منتهى الإحباط، ويمكن بعض الناس علقوا كمان على تصريحات رونالد كومان إنه بيقول لو ما بتسجلش بتتغلب. طب يعني كمان على مستوى التصريحات واضح جدا زي ما أنت بتقول إيهاب إنه هو خلاص حس إن الموضوع يعني خلاص خرج من إيديه بشكل كبير جدا، خرج out of control زي ما بيقولوا. ويعني وإحنا بنسمع التصريحات بكلمك، مين المرشح لقيادة برشلونة الفترة الجاية في حال رحيل رونالد كومان؟ في كتير من الاسماء حاليا مطروحه يا كابتن، ولكن اول حاجه في تصريحاته هو شفت يا كابتن بيقول محل شك مستقبله. هو الراجل عارف، الراجل عارف انه هيمشي، عارف ان هم مش عايزينه في برشلونه، عارف انه لا يلقى قبول لدى الاداره ولا لدى الجماهير حاليا. يعني حتى القبول الجماهيري اللي كان شويه ليه ان هو بيقوله من مدرسه كرويف فقده بعد نتائج برشلونه السيئه جدا في الفتره اللي فاتت. حاليا كل الحديث على ليه انا بقول لحضرتك قبل ما نسمع كومان ان انا بقول لك يوم السبت، لان حظه السيء ان يوم السبت في مباراه قويه جدا في الليجا مع حامل اللقب اتلتيكو مدريد، برشلونه امام اتلتيكو مدريد. مفيش حلول تانية خلاص، انت لو ما كسبتش حتى التعادل، لو ما كسبتش قدام الجماهير مش هتقعد. وان كان هو مش هيقعد، ممكن نسمع القرار ده دلوقتي يا كابتن خلال ساعات، ولكن هم النهارده التقارير في اسبانيا قالت ان هو صعب قوي يشيله. ممكن تكون الفرصه الاخيره، يعني انت لو مباراه اتلتيكو مدريد قدر برشلونه يعمل نتيجه جيده، يعمل اداء جيد، دي تشفع لكومان، ولا هو خلاص القرار متاخد ان كومان كده كده بره صدر برشلونة. القرار يا كابتن وخلاص، في اتفاق كامل داخل الاروقه الفنيه في نادي برشلونه ان كومان خلاص انتهت مرحلته في برشلونه حاليا. تاخير الاعلان ليه عن اقالته الاستقرار على البديل، مين اللي هيقود برشلونه الفتره الجايه؟ اسماء ايه؟ قول لي الاسماء. خوان لابورتا رئيس النادي راجل نرجسي شويه، هي دي طبيعته، هو نرجسي شويه، عايز يجيب اندريا بيرلو. أندريا بيرلو الفاشل تماما مع يوفنتوس في السنة اللي فاتت، اللي خلى يوفنتوس بعد ما كان بطل الدوري الإيطالي 9 سنين متوالية يخسر لقب الدوري الإيطالي، اللي خلى يوفنتوس اللي كان بيوصل للمربع الذهبي لدوري الأبطال ما يوصلش أساسا ويطلع بدري من دوري الأبطال، ولكن هو شايفه إنه مدرب كويس للمرحلة. ليه بقول النرجسية؟ لأن هو لابورتا بيراهن دايما على المدربين الشباب اللي بيعملهم نجح قبل كده معاه، مشروع جوارديولا قدم للعالم في ولايته الأولى، جوارديولا اللي عمل نجاحات كبير جدا مع برشلونة، وقدم قبليه ريكارد برضو الهولندي، هو اللي جابه وعمل شغل كبير في برشلونة. فهو الراجل بيراهن على الفكرة بس دي. بس هي الفكرة يا هاب إن هل برشلونة في الوقت ده محتاج المدرب مش هنقول شاب، مدرب صغير ما عندوش خبرات كبيرة، ولا محتاج مدير فني عنده خبرات كبيرة، مدير فني كبير عنده اسم كبير؟ بترتبط كمان بالرواتب، ترتبط يعني الناس بتتكلم مثلا، ويمكن ده مستبعد، زين الدين زيدان، هل زين زيدان ممكن جدا يخطو خطوة زي ديت ويروح برشلونة في الظروف ديت؟ المدربين الكبار في الظروف دي بيكون عندهم تحفظ شوية. بيرلو ما نجحش مع اليوفنتوس، وبالتالي هيكون مصدر كمان إزعاج بالنسبة لجماهير برشلونة، هيكون مصدر إزعاج حتى على مستوى اللعيبة. في اعتقادي تشافي طبعا يعني ما عندوش خبرات تدريبيه في اوروبا كتيره، لكن من ولاد برشلونه، من الاسماء والجماهير في كاتالونيا بتحترمه بشكل كبير جدا. هل ده ممكن يكون وارد ان هو يكون تشافي موجود في الفتره اللي جايه، ولا انت مستبعد تشافي خالص؟ تشافي الاسم الاكثر ترددا في الساعات اللي فاتت في برشلونه، حتى سواريز في تصريحاته اللي لسه بنتكلم عليها قال تشافي هيدرب برشلونه، امتى ما اعرفش، ولكن قال هيدرب برشلونه، وده كل الكتالونيين واثقين فيه ان تشافي هيدرب الفرقه يوما ما. حاليا اعتقادي الشخصي ان تشافي مش هيسيب يا كابتن منتخب، مش هيسيب فريق السد القطري قبل نهايه كاس العالم 2022. هو في عقد، وهو عندهم كمان مش مجرد مدرب الفريق، ده سفير للبطوله وبيروج ليها بشكل كبير في العالم. وحاليا فرقه برشلونه زي ما بنقول بلغه التدريب، حضرتك عارف كده، كره نار، مش اي واحد هيقرب انه يمسكها. فرقه برشلونه حاليا كره نار، ممكن تسيء لاي مدرب، مش هيحقق نجاحات. السؤال الاهم اللي حضرتك قلته بقى حاليا، هل مدرب جديد
ولا مدرب بخبرات كبيره. الازمه الماليه هنا اللي بيعيشها نادي برشلونه بتتحكم في القصه. برشلونه مش قادر يتعاقد مع مدرب كبير لانه مش قادر يدفع رواتب كبيره. وكمان المدرب الكبير ما عندوش يمكن كمان عنده شويه تحفظات على الحاله الفنيه والحاله الماليه لبرشلونه، وبالتالي هيكون ممكن يكون في صعوبه شويه. على الجانب الاخر شفنا احباط رونالد كومان المدير الفني لبرشلونه، لكن سعاده جيسوس المدير الفني لبنفيكا في تصريحاته بعد الفوز الكبير على برشلونه 3-0. إنه ليس فوزا تاريخيا، ليس بالنسبة لي، لم أفز بأي شيء. الأمور التاريخية بالنسبة لي هي عندما تفوز الفرق التي أعمل بها بالألقاب. لقد فزت بمباراة. هل فزت على خصم عظيم؟ هذا صحيح، قبل 60 عاما في عام 1961 جعلنا فوز بنفيكا على برشلونة بنتيجة 3-2 نفوز باللقب، وكان ذلك نهائيا. سيلعب بنفيكا دائما من أجل الفوز، من خلال الاستعداد نفسيا وعاطفيا لهذه المباراة ضد برشلونة. نعلم أن برشلونة أحد الفرق التي هدفها الرئيسي الفوز بهذه النسخة من دوري أبطال أوروبا، لكن هذا لم يسلبنا الطموح والثقة والاعتقاد بأننا يمكن أن نفوز بالمباراة. طبعا ما بين الاحباط لرونالد كومان والسعاده لجيسوس المدير الفني لبنفيكا والفوز كبير، هو ما قالش فوز تاريخي لكن هو فوز فعلا تاريخي، فوز كبير بنفيكا 3-0 على برشلونه. منه نروح يا هاب لمباراه بايرن ميونخ ودينامو كييف واكتساح البايرن بخماسيه كبيره جدا جدا. شفت المباراه دي ازاي؟ فريق بايرن ميونخ، هو بايرن ميونخ ثابت يا كابتن في العالم كله، حتى تعليقات كل صحف العالم هو ده بايرن ميونخ، مستوى ثابت بيقدمه مع اي مدير فني. هم الماكينات يا كابتن فعلا، الالمان ماكينات، هو الفرقه ما اتغيرتش. تحسش ان في يعني دايما الفرق لما بتيجي هانز فيليك ممشيش، يعني تحس ان المجموعه بتلعب بنفس القوه بنفس الاداء البدني بنفس الاداء الفني. في بعض التاتشات اللي بتقول ده مدرب ناجح من خلال الكوتشنج بتاع المباراه نفسها. فانت بتحس فعلا ان البايرن ماشي بمستوى ثابت، دخل مدرب خرج مدرب، هم شغالين بنفس المستوى على مستوى الأداء الفني مستوى التخطيطي، وده بيبان معانا برضو في أرقام المباراة. يعني مباراة فيها 5 أهداف، البايرن بيكتسح دينامو كييف. خلي بالك دينامو كييف من الفرق الكويسة، مش فرق وحشة، يعني من الفرق اللي دايما بتشارك بصفة مستمرة في الدوريات الأوروبية. طبعا 5-0 صالح البايرن، عدد الفرص 2 لدينامو كييف، 15 فرصة للبايرن مقابل 2 لدينامو كييف. قدر طبعا من 15 يحرز 5 أهداف. الأهداف المتوقعة طبعا لصالح البايرن 2.7 مقابل 0.4 لدينامو كييف. الاستحواذ وصل 63% لصالح البايرن مقابل 37%. التمريرات بالنسبة لدينامو كييف 418 منهم 343 بنسبة 82%. نسبة البايرن 90% من التمريرات الصحيحة. تصويبات على المرمى بالنسبة لدينامو كييف 5 منهم 2 ما بين القائم العارضة مقابل 22 تصويبة للبايرن منهم 8 ما بين القائم والعارضة. 9 عرضيات لدينامو كييف، 16 للبايرن، 4 ركنيات لدينامو كييف، 8 ركنيات للبايرن. أرقام كبيرة جدا جدا جدا. طبعا يا كابتن أرقام تعكس السيطرة كاملة لفريق بايرن ميونخ. زي ما قلنا ده على فكرة يا كابتن ده أكبر انتصار في دوري أبطال أوروبا الموسم ده حتى الآن بيحققه فريق بايرن ميونخ 5-0. يعني اياكس كسب تقريبا 5 بشكتاش بس كان 5-1، وزي ليفربول برضو 5-1. برضو هنا نسبة الأهداف 2.7 نفس اللي قلناه في ليفربول برضو، يعني بيجيب أكتر ما متوقع. هو متوقع أنه يجيب 2.7، بيجيب 5 أهداف. الهداف الخطير جدا روبرت ليفاندوفسكي اللي جاب 2 في المباراة، أصبح أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يقود ينتصر 18 مباراة متتالية. أرقام بتعكس يا كابتن السيطرة الكاملة زي ما حضرتك قلت من شوية، الخطة الألمانية. الألمان عندهم خطة صح. منتخبات فرق كله، يعني هم عندهم بايرن ميونخ ده زي المنتخب، يعني فريق طبعا. عندهم ده زي المنتخب، ماشي بنفس النظام، ماشي في خطة موضوعة. تتغير المدير الفني ما بتغيرش السيستم يا كابتن، يعني أنت بتغير المدير الفني، مشي هانز فيليك جاي يوليان ناجلزمان، يوليان ناجلزمان بيكمل على اللي عمله هانز فيليك في الفرقة. ده اللي هتكلم، ما بيهدش بالزبط. ويبدأ من جديد، ما فيش حاجة اسمها تهد وأنت تشيل كل دوت ونبدأ خطة جديدة ونبدأ نغير بوزيشن اللعيبة. يعني بنتكلم على منظومة قوية جدا على مستوى التدريب في ألمانيا. ناجلزمان مدرب كبير جدا في الطريق للوصول كمان للمنتخب الألماني. خلي بالكم الدنيا
المانيا ماشيه هناك كده، في خطوات بتتاخد وخطوات مدروسه على جانب الانديه. بايرن بيعد دايما مدرب المنتخب، المدرب اللي بيجي في بايرن ينجح يتاخد منتخب. صح. يوليان نيجلزمان المدير الفني للبايرن قال ايه بعد المباراه نشوفه مع حضراتكم. قمنا بذلك بشكل جيد للغاية، كل لاعب لديه وعي بأنه لا يزال بإمكاننا تحسين الأمور، ومن أعراض الفريق أنه حتى بعد أن أصبحت النتيجة بخمسة أهداف دون مقابل كانت لديهم الرغبة في الاستمرار وتسجيل الأهداف، لقد نجحنا في ذلك تقريبا. تطوير هذا الجشع في كلا الاتجاهين يعني الكثير بالنسبة لي، قدم اللاعبون عرضا جيدا مرة أخرى. زي ما بقول لحضراتكم مدرب كبير، مدرب واعد، ودوت افتكروا الاسم ده هيكون مدير فني للمنتخب الألماني في يمكن المستقبل، مش هقول القريب لكن على مستوى منتخبات ألمانيا. زي ما بنقول ان دايما مدربين البايرن هم بيكونوا مدربين المنتخبات، منظومة جيدة جدا على مستوى التدريب الألماني. أسيب حضراتكم مع ترتيب هذه المجموعة ومنها الفاصل ونرجع مع المحترف. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، برحب بحضراتكم وبرحب بيك يا ايهاب مره ثانيه. عندنا المجموعه السبعه، المجموعه السبعه طبعا فيها فولسبورغ، فيها اشبيليا، فيها سالزبورغ النمساوي، ومجموعه الناس مش مهتمه بيها قوي على مستوى انت شايف المجموعه دي ازاي؟ وحتى بالنسبه للنتائج طبعا تعادل فولسبورغ مع اشبيليا 1-1 وفوز ريد بول سالزبورغ النمساوي على ليل 2-1. المجموعه الوحيده يا كابتن اللي بقول فيها ان الاخر جوله هتحسم في اخر جوله، مش هتحسم قبل كده المجموعة دي، وانا اتذكر كلامي ده، هتحسم في اخر جولة. المجموعة الوحيدة اللي كل الاوراق او كل الابواب مفتوحة قدام الفرق الاربعة فيها، ممكن فولفسبورغ يتأهل، ممكن ليل يتأهل، ممكن بس ليل فرصه قليلة دلوقتي. ليل هو يعني اتغلب مباراة وتعادل مباراة، كسب الماتش الجاي والنتائج قدامنا. هو فولفسبورغ طبعا تعادل 1-1 مع اشبيليا، ريد بول ستالزبورغ النمساوي فوز 2-1 على ليل الفرنسي. زي ما بقول لك يمكن سالزبورغ هو المتقدم، لكن فولسبورغ كمان نتمنى فولسبورغ كمان يتقدم في النتائج، عشان عندنا طبعا مرموش لاعبنا المصري ان شاء الله يكون متواجد باذن الله في الجوله الثانيه. الجوله اللي جايه الثالثه لو كسب فرقه ليل وخسر ريد بول بقى ليل الاول. انا وجهه نظري بتقول لي ترشح مين، انا برشح فولسبورغ من المجموعه دي، هو اللي يتاهل هو واشبيليا. اشبيليا هيتاهل، اشبيليا هيتاهل اول مجموعه. طب ورونا كده يا جماعه ترتيب المجموعه دلوقتي بعد الجوله الثانيه برضو عشان نقدر نتناقش فيها. ريد بول سالزبورغ الاول غالبا، طبعا ريد بول سالزبورغ في المركز الاول باربع نقاط، اشبيليا في المركز الثاني بنقطتين، فولسبورغ في المركز الثالث بنقطتين، وفي المركز الاخير ليل الفرنسي بنقطه واحده. انت شايف ليل حتى ليه فرص؟ انا اعتقد فولسبورغ وسالزبورغ هم يمكن، اشبيليا طبعا فريق كبير قوي يعني في نهايه المجموعه دي يا كابتن، وانا اتذكر الكلام ده، هيتصدرها فريق اشبيليا، والمركز الثاني انا شايف ان كل الفرق الثلاثه قدامهم فرصه، الفرق الثلاثه قدامهم فرصه، ولكن هذه المجموعه اتذكر كلامي هيتصدرها فريق اشبيليا في نهايه المطاف. طيب في نهايه المطاف اشبيليا هيتصدر المجموعه السابعه، خلينا نشوف المجموعه الثامنه، مجموعه قويه جدا جدا، مجموعه العذاب. نعم مجموعة العذاب طبعا، يعني بنتكلم على يوفنتوس، تشيلسي، سان بيترسبورغ الروسي، ومالمو دوت فريق اعتقد هو في دي المجموعة. لكن النتائج طبعا فوز اليوفنتوس ب 1-0، مباراة كبيرة جدا جدا، وزينت سان بيترسبورغ الروسي 4-0 على مالمو. شفت اولا مباراة يوفنتوس، طبعا مباراة كبيرة، مباراة اليوفنتوس، واليوفنتوس كان محتاج ده يا ايهاب، مباراه قويه جدا يا كابتن، مباراه كان متوقع انها تحسم بالشكل ده، بالشكل سواء لده او لده، يعني هو هدف ليه الفريقين. كل التوقعات قبل المباراه كانت بتقول تشيلسي هو ممكن يفوز، تشيلسي ممكن يكسب هدف، ولكن توخيل يا كابتن، توخيل مدرب مش قادر يستفيد من القدرات الهجوميه الكبيره اللي في فرقته. انا اتفق مع انطونيو كونتي لما واجه ليه انتقادات بسبب عنده عناصر هجوميه قويه جدا يا كابتن، عنده لوكاكو بعدين عناصر اول مره تلعب تشامبيونز ليج، يعني حتى الغريب ما حافظش على الشكل العام، القوام بتاع الفريق، القوام الاساسي فيه. ودفع بلعيبه اول مره تلعب في التشامبيونز ليج، فكان في لخبطه تاخد في حين الجانب الثاني لو بصيت يا كابتن، فرقه مع احترامي فرقه يوفنتوس بقت فاضيه بلغه الكره، بقت فاضيه
الاثنين الرئيسيين اللي بيعتمد عليهم واقوى اثنين في الفرقه، الاثنين النجوم الكبار قوي الفارو موراتا وباولو ديبالا، الاثنين راسين الحربه والاثنين اغلى نجمين في الفرقه غايبين للاصابه، ورغم ذلك الفتى الذهبي لايطاليا كلها مش ليوفنتوس بس، فيدريكو كييزا بيقدر انه يسجل هدف بيخطف فيه ثلاث نقاط غاليه جدا لفرقه يوفنتوس، بيحافظ بها يوفنتوس على الصداره بعد ما كسب مالمو السويدي في الجوله الاولى بثلاثيه نظيفه بره ملعبه. المفاجاه في البطوله في المجموعه دي هيكون فريق زينت سان بطرسبورغ الروسي، فرقه قويه جدا، فرقه كابتن الويفا النهارده اعلن التشكيله المثاليه للجوله الثانيه فيها ثلاث لعيبه معاك بس يعني اعتقد يعني اكبر انجازاتها هتكون هو الحصول على المركز الثالث، يعني ما اعتقدش انها ممكن تشيلسي عمل معاها يا كابتن الجوله اللي فاتت كسب واحد في ملعبه، يعني انا في اعتقادي هناك طبعا كل الترشيحات مع تشيلسي ويوفنتوس طبعا دي لا جدال، تعال نشوف ارقام المباراه برضه من خلال ارقام المباراه نتعرف يعني مجرى المباراه، كانت مباراه مهمه جدا جدا لصالح اليوفنتوس صراحه، ممكن كمان تعيد الثقه كمان في أليجري وكتبته في السيريا. طبعا نتيجه 1-0 ليوفنتوس، الفرص خمس فرص لتشيلسي مقابل اربعه لليوفنتوس، الاهداف المتوقعه كانت يمكن متساويه 1.4 متساويه بشكل كبير جدا، الاستحواذ كان لتشيلسي بشكل كبير 70-30، التمريرات 820 تمريره منهم 731 صحيحه لتشيلسي بنسبه 89% على المقابل نسبه التمريرات الصحيحه في اليوفنتوس كانت 77%، 13 تصويبه على المرمى لتشيلسي منها 2 بس ما بين القائم والعارضه مقابل 7 تصويبات اليوفنتوس منها واحده بس ما بين القائمه والعارضه، 29 عرضيه لصالح تشيلسي مقابل عرضيه واحده اياب لليوفنتوس، الركنيات 8 تشيلسي مقابل ركنيه وحيده طبعا لليوفنتوس. برضو رايك في الارقام؟ سيطره تامه لتشيلسي، ولكن كالعاده الفرق الايطاليه مش جديده ومنتخب ايطاليا حتى في امم اوروبا رغم ظهوره بشكل هجومي جيد، ولكن الطليان يعتمدون على الدفاع، الدفاع القوي جدا والمنظم، وفرقه يوفنتوس حتى الان فيها العناصر الدفاعيه بتاعتها القويه اللي بتعتمد عليهم، بونوتشي قوي جدا ونزل كليني كمان في اخر مباراه، ونزل كليني في اخر مباراه 5 ورا 5 4 1 بالظبط، يعني أليجري بيلعب زي ما بنقول كابتن بيلعب على القماشه اللي معاه، انا هي دي العناصر اللي معايا دلوقتي، انا رونالدو مشي والاسماء الكبيره قوي اللي كانت في يوفنتوس من كام سنه عندنا مش موجوده دلوقتي، فهو بيلعب على المتاح قدامه، فتى الفرقه الاول وفتى اللي هيبقى عليه صراع كبير في السنوات الجايه انا اعتقد في فرق العالم هو فيدريكو كييزا النجم الكبير جدا اللي جاب لهم الجون واللي قدروا من خلاله بالهجمات الصغيره اللي عملوها القليله انهم يقدروا يكسبوا 3 بونت من المباراه، وان كنت بالشكل اللي حصل امبارح ده يا كابتن فرقه يوفنتوس هتعاني جدا في ستامفورد بريدج، اما تروح تلعب تشيلسي هتعاني، فرقه تشيلسي خلاص ما قدامهاش حاجه لازم هتلعب على هتهاجم الماتشات الجايه وتكسب، وان كان الماتشين الجايين سهلين جدا لتشيلسي يا كابتن ممكن يحسم بيهم تاهله لانه هيقابل مالمو بره وجوه هيحسم بيهم مفاجات ورده طبعا في الشامبيونز ليج، لكن توخيل المدير الفني لتشيلسي يمكن من خلال المباراه او من بعد المباراه كان ليه تصريحات، نتعرف على تصريحات توخيل المدير الفني لتشيلسي بعد خسارته من يوفنتوس 1-0. No, absolutely not the weekend because we had a day off and two very good training sessions yesterday. الهزيمة ليست بسبب الخسارة أمام مانشستر سيتي، لأننا حصلنا على يوم عطلة وحصتين تدريبيتين جيدتين، كنا أقوياء تماما وبدونا منتعشين جدا ومستعدون للعودة. أعتقد أنه من الصعب جدا فرض إيقاع عال ضد فريق يدافع بعمق شديد، كان الأمر كما لو كانوا ينتظرون تماما مثل مباراة مانشستر سيتي، حتى لو دافعنا بعمق كان من الصعب جدا عليهم صنع الفرص، وكان الأمر نفسه بالنسبة لنا. كان الفارق الكبير هو أننا تعرضنا لخسارتين كبيرتين كلفتنا الثقة وإعادة الإيمان إلى الملعب، من الصعب جدا فرض إيقاعك الخاص، لكن يمكننا أن نفعل ما هو أفضل، يمكننا اختراق آخر 20 مترا بشكل أفضل، لكننا افتقرنا لذلك بالطبع، عانينا من أجل إيجاد إيقاعنا والحفاظ على نظامنا، وبمجرد أن بدأنا في القيام بأشياء أخرى غير التي أردنا القيام بها ارتكبنا أخطاء، وهذا كلفنا القليل من الثقة، لكن لم يكن ذلك مشكلة لأنهم لم يتمكنوا من التسجيل، ثم منحناهم أهدافا سهلة. But we can do better. We can do better in penetrating the last 20 meters. دي كانت تصريحات طبعاً توخيل المدير الفني لتشيلسي. تعالوا مع حضراتكم نشوف كمان أليجري المدير الفني لليوفنتوس قال إيه بعد المباراة.
النقاط الثلاث تقربنا خطوة واحدة من التأهل، بالإضافة إلى أننا حصلنا عليها ضد أبطال أوروبا. أنا سعيد للاعبين، لقد لعبوا مباراة جيدة للغاية، كنا جميعا في حاجة إليها من أجل ثقتنا بأنفسنا أيضا. فزنا على أبطال أوروبا ضد فريق قوي بدنيا، دافعنا بدقة دون أن نعاني كثيرا. لقد أتيحت لنا فرصنا وكان يجب أن نقدم أداء أفضل. يجب أن تكون هذه المباراة بالنسبة لنا مثالا وليس استثناء على قوتنا وإرادتنا للعب كفريق واحد على كل كرة. جودتنا موجودة وأحيانا قد نرتكب الكثير من الأخطاء من الناحية الفنية، ولكن مع عقلية اللاعبين طيلة المباراة غالبا ما يكون الفوز مجرد نتيجة طبيعية. طبعا يا إيهاب، تصريح توخيل أعتقد كان بعض الأسئلة بتقول له هل سبب خسارتك في نفس الأسبوع في البريمير ليج أمام السيتي كان سبب في خسارتك؟ هو طبعا رفض دوت. على الجانب الآخر أليجري سعيد جدا بهذه النتيجة وبيتصدر المجموعة مباراتين في الشامبيونز ليج، 6 نقاط في مجموعة قوية جدا. رأيك إيه في التصريحين توخيل وأليجري؟ تقريبا يا كابتن الاثنين بيتفقوا في اللي حصل في المباراة. يعني توخيل بيقول إن هو فشلنا في فرض إقامة، واجهنا دفاع قوي جدا، وفي نفس الوقت سمعنا أليجري بيقول قدرنا ان احنا نفرض اسلوبنا من خلال دفاع قوي جدا، دافعنا بقوه. قال الجمله دي دافعنا بقوه، وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه واللي من خلاله حقق الفوز يوفنتوس. الفوز ده مهم جدا لاستعاده الثقه. يوفنتوس اسم كبير جدا في الكره الاوروبيه والكره الايطاليه، بادئ موسم بشكل غريب جدا، في هزه كبيره في الفرقه. ونفس الامر بالنسبه لتشيلسي، النتيجتين اللي ورا بعض، خساره من مانشستر سيتي محليا ثم خسارة أوروبية أمام يوفنتوس، محتاجة وقفة، محتاجة توخيل يقف دول أبطال العالم. الفرقة عملت صفقات كبيرة جدا، صرفت فلوس كتير، رومان إبراموفيتش ملك النادي الروسي صرف. فأعتقد أن لازم تبقى في وقفة مع الفرقة. صح، لازم زي ما احنا بنقول، ودايما بتبقى مباريات الشامبيونز ليج بتبقى حافز للدوري المحلي، لكن زي ما بقول لحضراتكم يعني مباريات كلها مشتعلة. ده كانت طبعا نهاية حلقتنا النهاردة، إن شاء الله يوم الاثنين نتعرف بقى كمان على الدوريات الكبرى والرجوع للدوري المحلي، بجانب طبعا نتائج الشامبيونز ليج اللي يمكن استمتعنا بيها خلال هذه الجولة. دي نهاية فقرتنا، إن شاء الله يوم الاثنين اللي جاي بنفس الميعاد ويوم جديد من أيام المحترفين.